بس وقف، يلا اظبط الكادر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي علم القلم على من سنة ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آخر حصة في المنهج. الحصة بتاعت النهاردة مهمة جدا وعليها أسئلة كتير جدا، وإن شاء الله إن شاء الله تكون مسك الختام فعلا يعني. فعايزين نركز فيها ونطلع منها بأقصى استفادة، علشان الحصة بتاعت النهاردة أنت هتاخد معاها الكود بتاع الورشة. فالمذاكرة بتاعت النهاردة مش هتذاكر درس واحد بس، انت هتذاكر درس واحد وتراجع على الدروس الباقية وتدخل في الورشة كمان، تمام؟ والحصة الجاية ان شاء الله في نفس الميعاد دوت هيبقى المعسكر، وبإذن الله هنبدأ البيولوجيا مش هنبدأ بالمناعة، لان عشان يعني ميك سنس، الدنيا منطقية جدا. احنا لسه مخلصين البيولوجيا، فنخلص البيولوجيا الاول وبعد كده ناخد المناعة، بدل ما هو مناعة وبيولوجيا. ويبقى الحصة الجاية بيولوجيا، تمام؟ مراجعة كلها تتشرح كلها في حصة واحدة إن شاء الله، فتبقى حصة طويلة شوية. الحصة اللي بعدها مناعة، المناعة كلها تتشرح بكل التفاصيل بتاعتها. وبعد كده أجازة العيد، أول يوم بعد أجازة العيد إن شاء الله، والعيد الجمعة السبت الحد، أدي الثلاث أيام بتوع العيد. الاثنين هنيجي مش هتاخدوا أجازة للأسف، يعني الحصة بتاعتكم حصة يوم 17 وحصة يوم 24. العيد 20 واحد او 21 22 23، بعيد عننا خالص. فالحصه اللي بعدها هتبقى الدعامه والحركه، اللي بعدها الهرمونات، اللي بعدها التكاثر، تمام؟ فثلاث حصص بعد العيد هتكون رجعت المنهج مره، بعد كده مناعه تاني، بعد كده بيولوجيا تاني، بعد كده اشوفكم على خير ان شاء الله في ليله الامتحان، تمام؟ يعني احنا ناقص لنا بعد الحصه ديت سبع حصص. المناعه هتتشرح او هتتراجع مرتين، البيولوجيا هتتراجع مرتين، الدعامه والحركه مره، الهرمونات مره، التكاثر مره، تمام؟ طيب المره الجايه ان شاء الله او خلال الاسبوع دوت هيبقى كتاب المعسكر وكتاب المراجعه النهائيه موجودين في السنتر، تقدر تاخدهم في اي وقت، تمام؟ من بكره ان شاء الله هيبقوا موجودين في السنتر، او احنا هنبعت لكم يعني. طبعا اول حصتين اللي هم في رمضان دول هنحل من كتاب المعسكر. بعد كده بقى مراجعات نهائيه. هنحل ايه في المراجعه النهائيه؟ الخمس حصص بتوع المراجعه النهائيه، دعامه حركه، هرمونات، تكاثر، مناعه، بيولوجيا، هنراجع هنحل من كتابنا، من كتاب الجوهري وكتاب التفوق، تمام؟ طيب احنا اخر حصه لينا في السنتر هنا هتبقى تقريبا ان شاء الله يوم 22/5. فانت على ما تبدا الامتحانات او تفضي نفسك بقى ان انت تذاكر المواد اللي هي ما بتنضفش ديت، والعربي قول مثلا هتسيب قبلهم 10 ايام، قبل العربي 10 ايام. فانت معاك مثلا لحد يوم 8 6، فاحنا بنتكلم في حوالي 15 يوم. فدول هتاخد فيهم كود في حل كتاب الامتحان مراجعه نهائيه كاملا، تمام؟ فيبقى انت كده هتحل ثلاث كتب تقريبا، بالاضافه ان من اول يوم في المراجعات النهائيه هيبقى فيه اختبارات شامله. طلبه الازهر يعرفونا ان هم طلبه ازهر علشان نضيفهم في حل كتاب المرشد، وهينزل لهم حاجات خاصه بيهم. في اي مشكله في الكلام دوت؟ يلا بينا نبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. صبري يا نفسي معنا الله، مشوار الطب بدأنا خطاه. تعالوا نحط العناوين اللي احنا هناخدها الحصة دي، علشان هما السيستم في الدرس دوت اهم بكتير جدا من المعلومات عشان ما تتوهش. اول عنوان حاجه اسمها انجازات الهندسه الوراثيه. انجازات الهندسه الوراثيه، ودول 9 نقط سهلين جدا. بعد كده حاجه اسمها تهجين دي ان ايه. بعد كده حاجه اسمها انزيمات القصر. بعد كده حاجة اسمها استنساخ دي ان ايه. والاستنساخ ده فيه عنوانين، العنوان الاول طريقة الحصول على دي ان ايه المراد استنساخه، يعني في حاجة اسمها دي ان ايه انا هستنسخها. طب الدي ان ايه اللي انت هتستنسخه ده هتحصل عليه ازاي؟ ده فيه طريقتين لوحده. طيب والاستنساخ ذات نفسه بقى اللي هو هتستنسخه ازاي بعد ما تحصل على الدي ان ايه، هتستنسخه ازاي؟ تقريبا في 3 طرق. طيب بعد كده في عنوان اسمه دي ان ايه معاد الاتحاد، واستخداماته في الطب، واستخداماته في الزراعه،
واستخداماته في البحث العلمي، وكل حاجة فيها مثالين، الطب حاجتين، الزراعة حاجتين، البحث العلمي حاجتين، وفي الآخر خالص حاجة اسمها الجينوم البشري واستخداماته. ده الدرس، تمام؟ هيا بنا نبدأ. إنجازات الهندسة الوراثية. بص يا عم، دي خلية من خلايا الجسم، ودي نواة الخلية، وده الدي ان ايه اللي جوه نواة الخلية، وفينا هوت ده جزء من الدي ان ايه، مش الدي ان ايه كله اكيد، وفي جزء هنا هنفترض ان الجين دوت جين مهم جدا، وليكن جين الانسولين في خلايا بيتا في البنكرياس، او ان شئت الدقة اقول جين الانسولين في جميع الخلايا. ما احنا عارفين ان جين الانسولين مش موجود في خلايا بيتا بس، هو موجود في كل الخلايا، ولكن ميزته في خلايا بيتا انه نشط في خلايا بيتا، بينسخ فيها ويتحول الى ام ار ان ايه ثم يترجم الى بروتين، انما في بقية الخلايا موجود ولكنه غير نشط. طيب ايه بقى الهندسة الوراثية تقدر تعمله في الخلية ديت؟ اول حاجة تقدر تعمل عزل للجين. انا هكتب لك الكلمات المفتاحية، عندنا 9 كلمات مفتاحية هيفكروك بالجملة كاملة، هما 9 جمل، كل جملة انا هكتب لك الكلمة المميزة اللي فيها. اول حاجة عزل. يعني ايه عزل؟ يعني من كل الجينات ديت اللي احنا هنعرف في اخر صفحة في الجينوم البشري، اللي هما تقريبا 60-80 ألف جين حسب منهجك، اللي هو بقاله 30 سنة ما اتغيرش تقريبا، يعني 60-80 ألف جين. فبالتالي انت ازاي هتحصل على دي ان ايه معين منهم؟ الهندسه الوراثيه مكنتك من كده، ان انت تستطيع عزل جين معين. تمام، يبقى عزل جين معين. طب لما اعزله، يعني اعزله واطلعه بره الخليه، هعمل ايه؟ هقف اتفرج عليه؟ هنقف نتفرج عليه، هنقف نحلله، هنتفرج عليه، يعني هنحلل النيوكليوتيدات اللي فيه او القواعد النيتروجينيه اللي فيه او الشفره اللي فيه، يبقى احنا نقدر نعمل له تحليل عشان نعرف التتابع بتاع النيوكليوتيدات. وبالمناسبه انت لو عرفت التتابع بتاع النيوكليوتيدات بتاع الجين اللي هو الدي ان ايه، فتقدر تستنتج منه الام ار ان ايه، فتقدر تستنتج الثلاثيات اللي هي الكودونات، فتقدر تستنتج الاحماض الامينيه، فتقدر تستنتج البروتين. لا انا هقول الجمله تاني، لو انا عرفت الدي ان ايه دلوقتي انا اقدر استنتج الام ار ان ايه، وبالتالي اقدر اقسمه الى ثلاثيات اللي هي كودونات، بدايه من كودون البدء مرورا بالكودونات حتى كودون الوقف، وكل كودون انا عارف الشفره بتاعته بتمثل ايه من صفحه الشفرات بتاع الدرس اللي فات، فالكودون ده بيمثل الحمض الاميني ده، الحمض الاميني ده، الحمض الاميني ده، وروابط ببتيديه، فانا كده عرفت البروتين. ما هي دي رقم 3 اللي هي معرفه البروتين. رقم 4، تخيل ان انا عزلت جين من مصدر معين، او عزلت دي ان ايه من مصدر معين من كائن حي، ودي ان ايه من كائن حي تاني، ودي ان ايه من كائن حي تالت، وحللتهم يعني عرفتهم، عملت عزل وتحليل. طيب مش انا اقدر دلوقتي اقارن ما بين الكائنات الحيه ديت علشان اعرف مين فيهم اكثر في الجينات النشطه، اكثر في الصفات الوراثيه، فمين ارقى، او ان انا اعرف العلاقات التصنيفيه اللي ما بينهم. يعني مثلا عندي 3 كائنات وكائن رابع مجهول، مش كائن مجهول يعني كائن انا لسه مكتشفه، تمام، تم اكتشاف كائن جديد، واحنا عايزين نحط الكائن دوت في الرف التصنيفي بتاعه، يعني هو ما هو يا اما من الطيور يا اما من الثدييات يا اما حاجه من الحاجات ديت، فانا عايز احطه في المكان الصحيح. فهجيب مثلا الطيور، هجيب دي ان ايه بتاع الطيور، دي ان ايه بتاع الزواحف، دي ان ايه بتاع الثدييات، دي ان ايه بتاع الحشرات، وهكذا. وبعد كده ابدا اخد الدي ان ايه بتاعهم كله، عزلته وحللته وقارنته، فانا دلوقتي اقدر اعرف العلاقه التصنيفيه اللي ما بينهم، يا ترى الكائن الجديد دوت يتحط في انهي واحده منهم، فيبقى رقم 4 كلمه مقارنه. رقم 5، ودي الاخيره في الخمسه الاولانيين اللي هم ليهم علاقه ببعض، ان انا لو خدت جين نشط مهم متخصص من خليه معينه اقدر انقله لخليه تانية ما فيهاش الجين ده. يعني تخيل، والكلام اللي انا بقوله دوت ما زال نظريا يعني لم يطبق، لو احنا خدنا جين الانسولين من شخص سليم ونقلناه الى بنكرياس او الخلايا بيتا، خلايا بيتا بتاعت شخص مريض، فاحنا كده قدرنا ننقل جين وظيفي، فبالتالي الراجل دوت بقى عنده جين الانسولين، خلاص يا باشا يقدر دلوقتي ينتج الام ار ان ايه، ويقدر ينتج بروتين الانسولين، وما يحتاجش يتشكشك كل يوم، تمام. فيبقى رقم 5 هي كلمه نقل، علشان الموضوع مش سهل، انت مش عندك خليه بيتا واحده بس، انت عندك ملايين خلايا بيتا، فهندخل كله جوه كل خليه ونحط الجين، وبعدين الجين احنا بنتعامل مع حاجه لا ترى بالعلوم المجرده، فالكلام نظريا الكلام سهل ولكن عمليا صعب جدا. الحاجه اللي احنا كنت قلت لكم ان اتعملت قبل كده، ان في خلايا جذعيه اتزرعت، والخلايا الجذعيه ديت للاسف الجسم بدا يهاجمها،
لان الخلايا الجذعيه ديت عليها انتيجينات خليه كامله، ففي انتيجينات من بره فالجسم اعتبرها نون سيلف يعني مش تبعنا يعني غريبه فبدا يهاجمها والموضوع فشل حتى. طيب تاني بقى نجمع الخمسه اللي احنا قلناهم. اول حاجه ان احنا نقدر نعزل جين معين، وسريعا كده احنا بنعزله غالبا بحاجه اسمها انزيمات القصر. انزيمات القصر ديت انا قلت لك قبل كده في البلازميد، انزيمات القص او القطع او القصر. كنا بص هنيجي قبل الجين ونقص وبعد الجين ونقص وناخده ونطلع. ايه ده اللي قبله وبعده؟ ما كمان شويه هتفهمها اكتر. تمام، المهم ان احنا بنقص قبله ونقص بعده وناخد الجين ذات نفسه. يبقى احنا كده عملنا له عزل. بعد ما عزلناه هنقف نتفرج عليه؟ ايوه هنقف نتفرج عليه ونحلله عشان نعرف تتابع النيوكليوتيدات. طب لما عرفنا تتابع النيوكليوتيدات بتاع الدي ان ايه ايش استفدت؟ يعني استفدت يا حبيبي انت عرفت الدي ان ايه، فتقدر تستنتج الام ار ان ايه، فتقدر تقسم الام ار ان ايه الى ثلاثيات. يبقى كده استنتجت الكودونات. افتح افتح الصفحه وغش. الكودون الاول اي يو جي يبقى ميثيونين، الكودون الثاني مثلا يو يو فينايل الانين، مش عارف جي جي جلايسين، وهكذا لحد ما تعرف الاحماض الامينيه. عرفت الاحماض الامينيه مبروك انت عرفت البروتين. يبقى دي المعلومه الثالثه ان انت تقدر تستنتج او تعرف البروتين. رقم أربعة ان انت تقدر تقارن دي ان ايه من مصادر مختلفه لاغراض مختلفه، سواء بقى ان انت عندك مصدر مجهول او كائن جديد عايز تحطه في المكان التصنيفي بتاعه، او انت عايز تدرس العلاقه التطور التصنيفيه ما بين كائنات مختلفه. يعني انا عايز اعرف الفرخه اقرب للبطه ولا اقرب للوزه، يعني فاهمني؟ هما كلهم طيور. واحد فاضي يا عم، انا فاضي، هجيب الدين بتاع الفرخه والدين بتاع البطه والدين بتاع الوزه وابدا اقارن ما بينهم. فلقيت ان الفرخه والبطه في تشابه منهم مثلا يعني بنسبه 60%، بينما الفرخه والوزه بنسبه 45%. خلاص يبقى اقرب للبط. حلو. طيب بعد كده نقل، ان انت ممكن تاخد جين وظيفي من خليه سليمه وتنقله لخليه مصابه زي جين الانسولين مثلا. طيب بعد كده رقم 6 و7 و8 معتمدين على بعض. 6 و7 تقريبا بنفس المعنى اصلا. هنا بيقول لك انتاج وهنا بيقول لك بناء. بناء ايه بقى؟ بناء جينات او جزيئات دي ان ايه حسب الطلب. يا حلاوه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي تخيل ان انا هديك نيوكليوتيدات مفرده هنستخلصها من اي خليه حيه. نيوكليوتيدات مفرده، انا كده معايا مواد خام. اقدر بحاجه اسمها برمجه النظم الجينيه احط النيوكليوتيدات ديت جنب بعضها عشان اكون شريط دي ان ايه، وبعدين ابني شريط مكمل ليه، بقى عندي شريطين دي ان ايه بمزاجي بتتابع معين. التتابع دوت معناه جين معين، تخيلوا. يبقى انا كده اقدر ابني جينات معينه. يعني انا ممكن احضر جين الانسولين في المعمل. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيقوله لي، ان انت تقدر تنتج جينات او جزيئات دي ان ايه حسب الطلب بحاجه اسمها برمجه النظم الجينيه. انت عارف التتابع بتاع جين الانسولين؟ ايوه اقدر اعرفه عادي جدا، ممكن اعزله واحلله. فانا عرفت التتابع بتاعه، خلاص رجعه في مكانه تاني او سيبه. احنا هنبنيه. هنبنيه ازاي؟ مش انت عارف التتابع؟ تعالى بقى غششني. ها التتابع ايه؟ اول حاجه تي، ادي تي، بعد كده ايه سي، مش مليني وانا معايا النيوكليوتيدات، هجيب النيوكليوتيدات واحطها طبعا مش بايدي، يعني بحاجه اسمها برمجه النظم الجينيه. طيب كويس جدا. ايش استفدت انا بقى يعني لما كونت جين الانسولين؟ هتستخدمه في رقم 8 بناء البروتين، استخدام الجينات دهيت او الجزيئات الدي ان ديت في بناء البروتين. ما احنا قلنا قبل كده ان ما فائده الدي ان ايه؟ ما فائده الجينات ان لم تنسخ الى ام ار ان ايه وتترجم الى بروتين؟ طول ما هي جينات لوحدها كده دي ان لوحده ملوش لازمه، هو بيحمل الصفه جواه على عيني وعلى راسي، بس لو وقف كده انا ما استفدتش، انا عايز ابني بيه بروتين. فستة وسبعة فايدتهم في 8، في تطبيقهم في 8. تمام؟ طيب ناقصنا حاجه رقم 9، ويبقى كده خلصنا العنوان الاول. دوت بروتين حمض اميني والتاني والتالت وهكذا، فانا عملت سلسله عديد ببطايد. ممكن تبقى اطول من كده بكتير. انا عايز اختبر الحمض الاميني دوت، هنسميه مثلا رقم 3. عايز اشوف الحمض الاميني ده هل هو اساسي وضروري في وظيفه البروتين ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني انا لو شلته البروتين هيتاثر ولا مش هيتاثر؟ والله ممكن يتاثر وممكن لا. تمام؟ يعني في بعض الاحماض الامينيه وجودها ضروري. ولو اتشالت وظيفه البروتين هتتاثر جدا. وفي احماض امينيه ثانيه عادي لو اتشالت وظيفه البروتين مش هتتاثر قوي يعني. طب انا عايز اعرف هو ده انهي واحد فيهم مهم ولا مش مهم؟ انتوا عارفين دايما الجمل بتاعه الناس اللي هم بتوع التنميه البشريه، اذا اردت شيئا بشده اطلق سراحه، واذا اردت مش عارف ان تختبر عايز تعرف معزتك عند شخص اترك هذا الشخص او دعه يمضي. عارفين الحاجات دي؟ مش عارفينها؟ ماشي، بتبقى موجوده في ظهر الكتب كده. ما علينا.
فاحنا هنطلق صراحة هنستبدله. هنستبدل هذا الحمض الاميني. طب هنستبدله ازاي؟ هنجيب حمض اميني تاني. ازاي؟ بص يا حبيبي، مش كل حمض اميني بيبقى ليه شفره على الام ار ان ايه، ده البروتين ليه كودون، وده كودون وده كودون وده كودون وده كودون، وبعد كده في كودون وقف بس ما فيهوش، ما قداموش حمض اميني. ماشي، الكودون رقم 3 بيترجم الى الحمض الاميني رقم 3. ايه رايك ان احنا هنستبدله مثلا بالحمض الاميني رقم 17؟ هي طقت في دماغي كده، خلاص هات الكودون رقم 17 اللي بيدي الحمض الاميني رقم 17. فقمت باستبدال هذا الحمض الاميني بحمض اميني اخر. يلا اختبر البروتين، شوفوا هيشتغل ولا لا. لقيت ان البروتين شغال زي ما هو وزي الفل، خلاص يبقى الحمض الاميني 3 وجوده زي قلته. هو دلوقتي شغال في وجود 17، ولما كان 3 موجود كان برضه شغال، يبقى غير مؤثر. لا يا عم الحاج، ده انا لما شلت 3 وحطيت 17 البروتين وقف والصفه ما بقتش تظهر، او تغير واظهر صفه جديده، يبقى اذا البروتين 3 مهم. في مشكله في الكلام دوت؟ طيب انا خلصت العنوان الاول، تعال نلمه لمه سريعه. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في انجازات الهندسه الوراثيه. اول حاجه ان الهندسه الوراثيه ديت ممكن تعمل عزل لجين معين عن طريق انزيمات القصر، ان انت بتروح تقص قبل الجين، تقص بعد الجين، وبعد كده تاخد الجين وتعزله. بعد كده هتعمل ايه بالجين؟ هتتفرج عليه. اتفرج عليه ازاي يعني؟ يعني احلل الجين فاعرف تتابع النيوكليوتيدات. طب ليه اعرف تتابع النيوكليوتيدات؟ لان لو انت عرفت تتابع النيوكليوتيدات هتقدر تعرف تتابع الام ار ان ايه، فتقدر تستنتج الكودونات، فتقدر تعرف الاحماض الامينيه، فتقدر تعرف البروتين. من اللي عرفت الدي ان ايه اعرف البروتين بالتتابع دوت. طيب لو انا عزلت وحللت دي ان ايه من مصادر مختلفه اقدر اقارن ما بينهم. لو انا عزلت دي ان ايه مهم من خليه مهمه اقدر انقله لخليه تانية. تمام، الدي ان ايه مش موجود فيها او الجين مش موجود فيها، يبقى دول الخمس حاجات الاولانيين. بعد كده انتاج بناء بناء، انتاج وبناء دي ان ايه حسب الطلب. اول عالم عمل الموضوع دوت هو اسمه العالم خورانا، هو مش مهم فعلا، يعني اسمه اصلا ويرد جدا يعني. العالم دوت هو اللي قدر اول واحد يعمل برمجه النظم الجينيه او يقدر يصنع جزيئات دي ان ايه حسب الطلب في المعمل. طب بعد ما كوننا الدي ان ايه هنعمل بيه بقى؟ هنعمل بناء للبروتين. اخر حاجه انا عايز اختبر حمض اميني معين، هل هو مهم في سلسله عديد البيبتايد ولا لا؟ استبدله. طب استبدله ازاي؟ عن طريق تغيير الشفره في الام ار ان ايه. فلما تغير الشفره هتجيب حمض اميني تاني. شوف بقى الحمض الاميني التاني ده لما جه البروتين اشتغل؟ اشتغل، يبقى ما كانش ده مهم. هو التاني اشتغل عادي. لا ده ما اشتغلش، يبقى ده كان مهم وانت لما بدلته باظت. تمام؟ عزل وتحليل موجوده. الهندسه الوراثيه عباره عن قص ولزق يعني، والتكنولوجيا الجزيئيه تطورت بشكل كبير جدا 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 عن دلوقتي. وتعرفوا اصلا انا قلت لكم الكلام ده قبل كده تقريبا، اللي هي الكليه بتاعه حاسبات، قلت لكم ان حاسبات ما كانش فيها قسم لطلبه، لحد عايز يصور بس بسرعه، ما كانش فيها قسم لطلبه علم علوم قبل كده، ولكن دلوقتي بقى فيها طلبه علم علوم عشان البايوجينيتكس او اللي هي الجينات البيولوجيه او البايوتكنولوجي، علشان الحاجات دي، ما هي ديت اللي هما بيشتغلوا فيه. ندخل بقى على الجزء الاول اللي التشيك ليست بتاعتنا اهيت، تم الانتهاء من الجزء الاول. ندخل على الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. انا عايز الموضوع يمشي ببساطه خالص. يعني ايه تهجين دي ان ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي دي ان ايه من مصدر هسميه المصدر الف، ديت جزيئات دي ان ايه مزدوجه اهيت من المصدر الف، وفي دي ان ايه من مصدر تاني، ادي الجزيئات اهي مزدوجه برضو من المصدر التاني اللي هو باء. انا هعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل تهجين. ما معنى تهجين؟ يعني مصدرين مختلفين. عارف لما كنا بنقول مثلا صفه هجينه او جين هجين، كنا بنقول ار كابيتال مع ار سمول، يعني حاجه كابيتال اللي هي سائده وحاجه متنحيه. يقول لك ده شخص هجين ابوه مش عارف مصري وامه مش عارف اوروبيه، فده شخص هجين. فاحنا عايزين دي ان ايه من مصدرين، عايزين شريط من مصدر وشريط من مصدر تاني. ولكن الشرايط ما ينفعش شريط يتصل بشريطين، فطول ما الشرايط ديت متصله مع بعضها، طول ما هي مزدوجه لن تزدوج باي اشرطه اخرى. فاول خطوه فكهم، طلقهم من بعض عشان كل واحد يبدا يدور على ازدواج تاني. طيب هنعمل ايه؟ كان الانزيم اللي بيفصلهم قبل كده اللولب، احنا هنا مش هنستخدم انزيمات، احنا هنستخدم رفع درجه الحراره الى 100 درجه سيليزيه او 100 درجه مئويه. فهنلاقي ان الرفع دوت بيكسر الروابط الهيدروجينيه بين القواعد النيتروجينيه، فنحصل على اشرطه
مفردة من الدي ان ايه. 2 4 6 8 ادي اشرطة مفردة من المصدر الاول واشرطة مفردة من المصدر الثاني مرتبة عشوائيا. 2 4 6 8. طيب وبعد كده هنترك الخليط ليبرد، يبقى فيه هنا تبريد. خلي بالك لو انت جبت المصدر الاول ورفعت درجة حرارته لوحده وخفضت درجة حرارته هيرجع تاني لازرق مع ازرق واحمر مع احمر، انما انا عملت ايه دلوقتي؟ انا خلطتهم في بعض، فبالتالي دلوقتي هو هيتزاوج مع مين؟ مع اللي فيه تكامل معاه واقرب واحد ليه، يعني هما مخلوطين. تمام، هو دلوقتي ده واحد اصلي وده اصلي اللي كانوا متصلين ببعض اصلي، بس انا بعدتهم عن بعض وجيت دخلت واحد احمر في النص هنا، فالاثنين دول لو في ما بينهم، ركز في الكلمه، مش تماثل مش تشابه، لو في ما بينهم تكامل هيتصلوا. اصل خلي بالك الحاجات المتماثله بتتنافر، يعني تخيل ادينين قصاد ادينين مش هيتصلوا، انا عايز ادينين قصاد صايمين، انا عايز جوانين قصاد سيتوزين، فمش عايز تماثل خالص، انا عايز ايه؟ تكامل. فلقيت اللي حصل ان احيانا بيتكون لوالب مزدوجه اصليه عادي، يعني هما انفصلوا ولقوا بعض واتصلوا تاني، لوالب مزدوجة أصلية. ولقيت ان بعض الأحيان بيتكون لوالب مزدوجة هجينة هيت. ماشي، هو ده تهجين الدي ان ايه. ايه هو تهجين الدي ان ايه؟ هو عبارة عن خلط دي ان ايه من مصدر مع دي ان ايه من مصدر تاني ورفع درجة الحرارة لتنفصل الأشرطة عن بعضها عن طريق تكسير الروابط الهيدروجينية بين القواعد النيتروجينية، ثم ترك الخليط ليبرد، فبالتالي تتكون لوالب مزدوجة، في منها لوالب مزدوجة أصلية أزرق مع أزرق وأحمر مع أحمر، ولوالب مزدوجة هجينة أزرق مع أحمر وأحمر مع أزرق. تمام؟ طيب ايه بقى اللي بيعتمد على الموضوع دوت؟ وجود تكامل بين اشرطه الجين. وخلي بالك التكامل مش لازم يبقى 100%، يعني مش لازم الاقي روابط هيدروجينيه على طول الشريط، بمعنى ان الجزء دوت ممكن يبقى متكامل فيه روابط هيدروجينيه هنا وفي روابط هيدروجينيه هنا وفي روابط هيدروجينيه هنا وفي النص مفيش، يعني التكامل هنا مش بنسبه 100% ولا حاجه، التكامل هنا ممكن يبقى بنسبه 30 ممكن 40 ممكن 70، فاهمني؟ بس عمره ما هيوصل 100%، لانه لو وصل 100% معنى كده ان ده نفس الكائن الحي، فاهمني؟ فطيب انا اقدر اقيس درجه التكامل ديت ازاي؟ ودي اهم نقطه على فكره في الحته بتاعه تهجين الدي ان ايه. كيف اقيس درجه التكامل؟ حاول ترفع درجه الحراره تاني وشوف انت هتحتاج درجه حراره قد ايه. لو احتجت درجه حراره عاليه عشان تفصلهم معنى كده انهم ماسكين في بعض قوي، يبقى التكامل عالي. كل ما درجه الحراره انت محتاجها تبقى اقل معنى كده ان سهل الفصل ما بينهم، معنى كده ان التكامل ما بينهم قليل، معنى كده ان الروابط الهيدروجينيه قليله. هقول الجمله تاني، كلما احتاجنا درجة حرارة أعلى لفصل الشريطين عن بعض معنى كده وجود تكامل أعلى. تمام؟ وكلما احتاجنا درجة حرارة أقل معنى كده وجود تكامل أقل. اتنين أصحاب، بنتين كده أصحاب، وأنت عايزة تشوفي درجة التكامل ما بينهم، هل هم أصحاب فعلا ولا كلام بيقولوا كده وخلاص؟ فأنت قمت جاية لواحدة منهم قلت لها على فكرة بتتكلم عليكي، فبتبص قمت قامت جايه لك صدقي فعلا انا حسيت ان هي ما بتحبنيش مش عارف ايه، قامت جايه ده هي اصلا واصلا واصلا تعالى اقول لك عليها، ولقيت انه ايه ده، ده انا قلت لك كلمه، ده انا ما اعرفكيش اصلا، خلاص كده العلاقه ما بينكم اتهدت بكلمه، معنى كده ان ما كانش في تكامل اصلا، وكان الظاهر ان هو ايه دي ان ايه مهجن او اتنين اصحاب، لكن هم مش اصحاب، التكامل قليل جدا. في اتنين بقى تيجي تقول لها على فكره كانت بتقول عليك كذا وكانت بتشتمك في سرها، طب هي انت سمعتها ازاي بقى في سرها ومش عارف، وكانت وقالت وعملت وراحت وجات ومش، وفي الاخر تقول لها وبعدين تقول لها استني وهقول لك، وعماله تقول في الاخر تقول لها صاحبتي برضه مالكيش دعوه. ففي تكامل شديد ما بينهم، لازم تبذل مجهود عالي جدا عشان تعرف تفصلهم. بس خلي بالك انت عمرك ما هتوصل ل 100، لان درجه 100 ديت هي الدرجه الاوبتيمم او الدرجه العاليه اللي انت بتفصل بيها اللوالب المزدوجه الاصليه اللي التكامل فيها 100%. تمام؟ فايا كان التكامل قد ايه، حتى لو كانوا اتنين اصحاب قوي، فهي مش زي نفسها، مش هتحب صاحبتها زي ما بتحب نفسها مهما كان. تمام؟ فبالتالي عشان تفصلهم هتحتاج اقل من 100 بشويه. التكامل عالي يحتاج مثلا 90 80 70، طب التكامل قليل هتحتاج 20 30، امثله يعني، الكلام ده مش لازم يكون دقيق 100%، بس دي الفكره بشكل عام. طيب في حاجه، كلما زادت قواعد الجوانين والسيتوزين المتكامله كلما احتاجنا لدرجه حراره اعلى ولا اقل؟ اعلى. لماذا؟ ممتازين، عشان ما بينهم ثلاث روابط هيدروجينيه، فيجي يقول لك مثلا هيجيب لك تتابع من الدي ان ايه وتتابع من الدي ان ايه تاني، ويجيب لك بقى التتابع يكتبه لك ويقول لك يا ترى درجه حراره لازم الفصل ده اعلى ولا ده اعلى، ابدا عد الروابط الهيدروجينيه.
فمثلا هيقول لك في هنا 13 جوانين و13 سيتوزين مع 10 ادينين و10 ثيمين، وفي هنا 15 جوانين و15 سيتوزين مع 3 ادينين و3 ثيمين. يلا دول كم ربطه؟ 3. ودول كم ربطه؟ 2. 3 2. اضرب 13 في 3 ب 39 و10 في 2 ب 20، يبقى انت معاك هنا 59 رابطه هيدروجينيه. 15 في 3 ب 45، 3 في 2 ب 6، يبقى انت معاك 51، يبقى عدد هنا هيبقى اكتر رغم ان الجوانين هنا اكتر. ما هي دي الخدعه، انت مش بتعيد الجوانين بس يا جماعه، احنا بنفهم هي الفكره بس ان الجوانين دلاله على عدد، الجوانين والسيتوزين دلاله على عدد الروابط الهيدروجينيه الاكتر، ولكن في الاخر انا لازم اجيب المحصله، لازم اجيب المحصله في الاخر لعدد الروابط الهيدروجينيه. طيب انا هستفيد ايه بموضوع تهجين الدي ان ايه؟ اول استفاده المقارنه، او مش المقارنه بقى، اللي هي العلاقات التصنيفيه اللي هو كاتبها في الكتاب التطوريه، العلاقات التصنيفيه بين الكائنات الحيه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هجيب كائن حي وكائن حي تاني، واجيب الدي ان ايه من هنا والدي ان ايه من هنا واخلطهم مع بعض وارفع درجه الحراره ل 100، فهينفصل الاشرطه فتتحول الى من لوالب مزدوجه الى اشرطه مفرده. بعد كده اخلطهم مع بعض واسيب الخليط ليبرد، فبالتالي ستتكون لوالب مزدوجه اصليه ولوالب مزدوجه هجينه. وارجع تاني ارفع درجه الحراره عشان احاول افصلهم عن بعض. لقيت ان انا محتاج درجه حراره عاليه، يبقى الكائنين دول ما بينهم تكامل كبير جدا، يبقى العلاقه التصنيفيه اللي ما بينهم قريبه. التانيين مثلا لقيت درجه احتاجت درجه حراره قليله، يبقى العلاقه التصنيفيه اللي ما بينهم بعيده، احتاجت درجه حراره قليله، يبقى التكامل قليل. يبقى انت ممكن تدرس العلاقه التصنيفيه بين الكائنات الحيه، والكلام ده مش جديد، انا قلت 3-4 مرات اصلا في الاول في الحته بتاعه المقارنه، لما كنت بقول لك انا عايز اعرف الفرخه اقرب للبطه ولا الوزه، فهجيب الدي ان بتاع الفرخه والدي ان بتاع البطه، يا اما اقارنهم من بره يا اما اهجنهم وبعدين اشوف درجه الحراره اللي احتاجها عشان افصلهم تاني، تمام؟ وبرده كذلك مع الوزه، لقيت ان انا في البطه احتجت مثلا درجه حراره 60 عشان افصلهم تاني عن بعض، في الوزه احتجت درجه حراره 40، يبقى هي متصله مع البطه اكتر. انا مش عارف ايه البط والوز اللي احنا دخلنا فيه، بس اتمنى يعني تكون الامثله واصله لك. رقم 2، ركز بدي عشان محتاجه حد يكون بيفهم شويه. انا دلوقتي معايا دي ان ايه مجهول، دي ان ايه اهوت مجهول. يعني ايه مجهول؟ يعني انا مش عارف التتابعات اللي موجوده فيه، وعايز اعرف هو الدي ان ايه دوت عنده الجين الفلاني ولا مش عنده؟ ما اعرفش، ما هو مجهول، ما اعرفش الجين اللي انا بدور عليه دوت موجود ولا لا. فانا عايز دلوقتي ابحث عن وجود هذا الجين، ومش بس هو موجود ولا لا، لو موجود موجود كتير ولا قليل؟ طب حضرتك انت مش انت مش شايفه اصلا، ما ايه رايك نعمل له طعم؟ يعني ايه؟ انا هعمل دلوقتي بناء دي ان ايه حسب الطلب، بحيث تتكامل القواعد بتاع الدي ان اللي انا هبنيه دوت مع احد اشرطه الجين اللي انا ببحث عنه، صح؟ بس هبنيه بقى بناء دي ان حسب الطلب بحيث يكون مشع، صناعي مشع، ما انا اللي بنيته يبقى صناعي مشع عشان اقدر اتتبعه، زي هيرش وتشيس لما كانوا مستخدمين الكبريت والفسفور. ما انا قلت لك العناصر المشعه ميزتها ان هي دايما بتبقى بتعبر عن نفسها وهي بتتحرك، فلو راحت يمين راحت شمال طلعت نزلت انت شايف هي راحت فين بالاشعاع بتاعها، انما العنصر المستقر لا يعبر عن نفسه فممكن يتحرك وانت مش شايفه. فانا هستخدم عناصر مشعه. خلي بالك انا عملت ايه؟ انا بدور على جين معين، الجين ده انا مش عارف هو موجود ولا لا يا جماعه. ايه رايك بقى ان احنا نبني الشريط المشع دوت اللي هو باللون الاحمر بيتكامل مع احد اشرطه الجين، وبعدين نقوم جايين رامين الطعم، نخلطهم الاثنين مع بعض ونرفع درجه الحراره ل 100، فكده فصلنا الاشرطه. وبعد كده نبرد ونستنى نسمع الصوت او نتابع الاشعاع، لو لقينا اللولب المشع ده لقى حاجه يلزق فيها يبقى كده لقينا الجين، الجين موجود. طب بص كده انا عملت كده، جبت الطعم بتاعي 5-6 من المشع دولت ولا 20 يا عم 50-60 المشكله، وقمت جاي راميهم في الدي ان ايه، رفعت درجه الحراره وبدات اسيب الخليط ليبرد، فلقيت ايه؟ حته نورت، لولب مزدوج مشع اتكون. انا كده قلت ايه؟ الجين موجود، الجين اللي بدور عليه موجود. بعد كده بعدها بثانيه واحده كمان لولب مشع، كمان لولب، كمان واحد، كمان واحد، كمان واحد، مع كان الجين موجود بكثره، تمام؟ طيب انا لقيت لولب مزدوج مشع اتكون، بعدها بنص ساعه لولب مزدوج مشع اتكون، الجين موجود
ولكن نادر قليل. حطيتهم وسايبهم بقالي فتره ومفيش ولا الطعمه ما مسكش في اي حاجه، يبقى الجين اللي انا بدور عليه مش موجود. كان انا مثلا في واحد قال لي في يوم من الايام ان في بركه عندنا كده في البلد، البركه ديت فيها حديد في القعر، فيها عملات معدنيه حديديه فلوس كتير ومش عارف ايه، فانا عايز اختبر هل هي موجوده ولا لا. اولا البركه غويطه فانا عمري ما هنزل، فهي مجهوله بالنسبه لي، وانا مش عارف الحديد موجود ولا مش موجود، الجين اللي في بالي موجود ولا مش موجود. ايه رايك نعمل له طعم، نعمل له صناره كده فيها مغناطيس، ونحط الطعم الصناره ديت ونبدا نحركها. بدات اسمع تكات، كل ما المغناطيس يجي على حديده يقوم جاي تعمل تكه، لقيت تكه 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 اللي هو في موسيقى بتحصل تحت، يبقى في حديد كتير فعلا، يبقى الحديد موجود بكثره. لقيت في تكه، وبعدين عمال امشي بالصناره في لقيت كمان تكه، يبقى في حديد، والراجل ده ما بيكذبش بس قليل، مش حاجه كبيره زي ما كان بيقول يعني. ببص لقيت بقالي نص ساعه عمال احرك واطلع الصناره وانزل مفيش حاجه بتلزق خالص، يبقى مفيش حديد والراجل كان بيكذب عليا. تمام، يبقى انا خلصت الدي ان اي المهجن. وخلي بالك ناقص حته بس معينه، ان التكامل دوت قد يكون ما بين دي ان اي ودي ان اي او ار ان اي وار ان اي او دي ان اي وار ان اي. ايه المشكله؟ عادي جدا، يعني انت ممكن تاخد دي ان ايه من مصدر وار ان ايه من مصدر تاني طالما ما بينهم تكامل يقدروا يلتصقوا ببعض. كان في سؤال جميل جدا، مصطلح علمي كان في كتاب من كتب النظام القديم وكان جاي في امتحان تقريبا، كان بيقول لك ما هو الدي او الحمض النووي، ما قالش بقى دي ان ايه ولا ار ان ايه، حمض نووي خلاص، الذي يحتوي على 5 انواع من القواعد النيتروجينيه دوت. دي الاجابه عميقه، دي مش دي ان ايه مهجن، لولب مزدوج مهجن احد اشرطته دي ان ايه والاخر ار ان ايه. الدي ان ايه فيه ادينين جوانين سيتوزين ثيمين، والتاني ادينين جوانين سيتوزين يوراسيل، يبقى انت عندك الادينين جوانين سيتوزين دول متكررين، وعندك الثيمين واليوراسيل. ازاي يا دكتور ما هو يا اما دي ان ايه ام ار ان ايه؟ لا، المهجن حقق لك المعادله الصعبه. تمام، يبقى ما هو الحمض النووي الذي يحتوي على 5 انواع من القواعد النيتروجينيه؟ هو لولب مزدوج هجين احد اشرطته دي ان ايه والاخر ار ان ايه. عظيم جدا جدا، الحمد لله احنا كده خلصنا العنوان الثاني اللي هو تهجين دي ان ايه. ندخل على الجزء اللي بعده، انزيمات القصر البكتيريه. احنا لسه ما خدناهاش، اضحك عليك. طيب ايه انزيمات القصر ديت؟ في قصه كده في البدايه عشان نفهم اللي حصل، ان في بكتيريا احنا عارفينها جدا اسمها الايكولاي، وفي بكتيريات تانية مش مهم ان انت تعرفها بس انا هكتب اساميها عشان يعني ايه الكلام. هو قال لك انواع اخرى من البكتيريا وخلاص، في حاجه مثلا اسمها ستاف، في حاجه اسمها ستريبت، في حاجه اسمها سالمونيلا وهكذا. السالمونيلا دي بتعمل حمى التيفود، دي اللي بتعمل اللوز، دي بتعمل حاجات كتير. ما علينا، البكتيريا الايكولاي ديت لقينا ان في فيروس بيجي يهاجمها ويحقن جواها الماده الوراثيه بتاعته ويتضاعف وفي الاخر يقتل الخليه. ما احنا عارفينها بتاعه البكتيريوفاج نفس الكلام العادي. تمام، فقلنا الخليه ديت هفق الفيروس بيهاجمها، بينما الفيروس يجي يهاجم الخلايا التانية ديت ما بيقدرش عليها، الخلايا التانية دي بتحلل الدي ان اي بتاع الفيروس، هو يحقن الدي ان اي بتاعه فيلاقي الدي ان اي بتاعه اتحلل وباظ، يحقن الدي ان اي بتاعه الدي ان اي بتاعه اتحلل وباظ، فبالتالي الخلايا ديت قوية. طب ايه بقى مصدر قوة الخلايا ديت ومصدر مقاومتها ومناعتها ضد الفيروس، وايه مصدر هفأ الخلايا ديت؟ ان الخلايا ديت عندها انزيمات القصر لأنها تمتلك انزيمات القصر البكتيرية، انزيمات القصر البكتيرية، لان احنا لقيناها في البكتيريا. بس خلي بالك هي انزيمات القصر البكتيرية ضد الدي ان الفيروسي، يعني هي بتدمر الدي ان الفيروسي، التي تقوم بتقطيع دي ان ايه الفيروسي الى قطع عديمة القيمة، فبالتالي يموت الفيروس ولا يستطيع التضاعف. بينما خلايا، معظم خلايا الايكولاي مش كلها، في بعض انواع الايكولاي بيبقى فيها، ولكن معظم البكتيريا الايكولاي ما بيبقاش فيها انزيم القصر، فالفيروس بيدخل محدش بيقول له تلت التلاته كام، ولا حد بيكسره ولا حد بيقطعه ولا حد بيقطعه الى قطع عظيمه القيمه، فيقدر يتضاعف عادي ويقدر في الاخر يفجر الخليه ويخرج. تمام، طيب احنا لقينا كام نوع من انزيمات القصر؟ لقينا 250 نوع. تمام،
مش نوع واحد. الانزيمات ديت بتشتغل على انهي دي ان ايه؟ اي دي ان ايه، بس بشرط انه يحتوي على حاجة اسمها مواقع التعرف. يعني الانزيمات دي متخصصة، انزيمات متخصصة، كل نوع بيبقى ليه موقع تعرف معين. ايه موقع التعرف ده؟ ده تتابع من النيوكليدات، مش هي هتقطع الدي ان ايه؟ هتقطعه في اي حتة بقى؟ مش في اي حتة، في حتة معينة اسمها موقع التعرف، تيجي تقوم جاية قصة من عنده. طيب موقع التعرف دوت بقى فيه خاصية بنت لذينة هتدوخنا. الخاصية ديت ان هو موجود، يوجد في اي دي ان ايه. مش فاهمك، يعني ايه الدوخة في كده؟ يعني يوجد في الدي ان ايه الفيروسي، ومش بس كده، موجود كمان في الدي ان ايه البكتيري. ايوه، السؤال دلوقتي ليه ما قطعتش نفسها؟ ليه الدي ان ايه بتاع البكتيريا اهوت مثلا، نفترض ان هو ده الدي ان ايه بتاع البكتيريا اهوت. يا عم خلينا نرسمه رسمه اشيك من دي. فين دي الخليه اهي، ودوت الدي ان ايه بتاع الفيروس، وده الدي ان ايه بتاع البكتيريا، وديت انزيمات القصر. هنرسمها بلون بالمقص ده. ديت انزيمات القصر او القص اللي هتيجي تقطع الدي ان ايه. طب تقطعه بشكل عشوائي ولا في اماكن محدده؟ اماكن محدده اسمها مواقع الايه؟ مواقع التعرف. ديت موجوده في حتت معينه ولا في اي دي ان ايه؟ يعني موجوده عند الفي ولا البي؟ الاثنين. موجوده عند الفيروس ولا البكتيريا؟ الاثنين. فلقيت هنا في موقع تعرف والتاني والتالت، وهنا في موقع تعرف والتاني والتالت، ويمكن الرابع والخامس كمان. السؤال دلوقتي هي ليه ما بتقطعش نفسها؟ وبالله عليكم ما حدش يجي يقول لي بقى ايه؟ علشان هي منها والاثنين قرايب، يعني ما عندهمش مشاعر. ما حدش يجي يقول لي يعني انت لو مربي كلب هيهوى عليك ولا هيهوى على الغريب؟ يا حبيبي بالله عليك الامثله بتاعتك والحاجات بتاعتك دي ما تقولهاش. يعني ايه انا بقطع عليك حبل الشيطان اللي هيوصلك للحتت دي؟ احنا بنتعامل دلوقتي مع انزيم قدامه دي ان ايه. دوت دي ان ايه غير معقد بالبروتين، وده دي ان ايه غير معقد بالبروتين. دوت شريطين وده شريطين، ادينين جوانين سيتوزين صايمين، ديوكسيرايبوز فوسفات، ادينين جوانين سيتوزين صايمين، ديوكسيرايبوز فوسفات. يعني نفس كل حاجه، في هنا موقع تعرف وفي هنا موقع تعرف، تمام؟ فيهم كل حاجه والله. ثانيه واحده بس، ايه اللي بيخليه يقطع الفيروس وما يقطعش البكتيريا؟ ان البكتيريا، ما حدش يا جماعه يرفع ايده، ما تحاولوش تتكلموا وانا بتكلم، نزل ايدك يا عبد الله، نزل ايديكوا بس اهدوا. ايه اللي بيخليه يقطع الدي ان ايه الفيروسي وما يقطعش الدي ان البكتيري؟ ان البكتيريا بتحمي نفسها. بتحمي نفسها ازاي بقى؟ بتكون حاجه اسمها انزيمات معدله. الانزيمات المعدله دي بتيجي على الدي ان ايه البكتيري وتضيف على مواقع التعرف CH3، مجموعات ميثايل. مجموعات الميثايل خامله ولا متأينه؟ خامله، خامله لانها مشبعه فمش هتتفاعل. فمجموعات الميثايل ديت كانها بتخبي موقع التعرف. يعني ايه؟ تخيل دوت موقع تعرف على الدي ان بتاع البكتيريا، وانزيم القصر جاي هيقص الحته دي. الانزيم المعدل قام جاي جايبني انا مجموعه ميثايل، انا اسف، وقام جاي واخدني كده وقام جاي حاططني هنا، حاططني كمجموعه ميثايل عند موقع التعرف. يجي انزيم القصر يجي يقول لي عندكم موقع تعرف؟ اقول له ما اعرفش. يعني ما اعرفش في موقع تعرف؟ اقول له انت شايف ايه؟ انت شايف موقع تعرف؟ يقول لا انا شايف ميثايل. شوف بقى، انا مش عايز اكذب، اصل هو في موقع تعرف فعلا، يعني انا مخبيه. هو بيسالني يقول لي عندك موقع تعرف؟ انا صايم. لو قلت له لا ابقى كذاب. اقول له انت شايف ايه؟ يقول لي انا مش شايف ايوتها موقع تعرف. اهو، يبقى ايه؟ يقول لي يبقى مفيش موقع تعرف. اقول له ها بقى، يعني اللي انت شايفه، اللي انت شايفه، انا مش، انت مش شايف موقع تعرف؟ خلاص ماليش دعوه، يبقى قمت باخفاء موقع التعرف. السؤال اللي بعد كده، طب ليه الانزيمات المعدله ما حطتش مجموعات ميثايل هنا؟ بصوا يا جماعه، الانزيمات المعدله بتيجي في البدايه خالص، قبل ما الخليه تكون انزيمات القصر اصلا، وقبل ما الفيروس يهاجمها اصلا. فهي بتحضر نفسها، تجيب الدي ان ايه بتاعها وتبرشمه، تبرشم موقع التعرف، تلزق عليها مجموعات ميثايل بالانزيمات المعدله. بعد كده هي جاهزه تنتج انزيمات القصر، وقاعده مستنيه الفيروس. طبعا الانزيمات المعدله خلاص خلصت شغلها. جه الفيروس، طبعا الفيروس داخل زي العبيط، لا بيه ولا عليه، وفاكر ان البكتيريا ديت هفق وهيتضاعف بقى وبتاع. وسلام عليكم، عندكم تضاعف هنا، عندكم ريبوسومات، عندكم نيوكليدات، انا عايز اعمل تضاعف زي البكتيريا، وفاج كده مع البكتيريا. وداخل وايه؟ ومعري صدره قوي، وفاكر ان هو خلاص، وكاشف مواقع التعرف بتاعه. طبعا انزيمات القصر شايفاه داخل، تعالى يا حيلتها تعالى. وقامت جايه داخله مقصقصه.
فحولته الى قطع عديمة القيمة، فقامت بالقضاء على الايه؟ على الفيروس. يا جماعة الخير، انا دلوقتي عايز مثلا اطبخ اكل، والاكل دوت انا عايز اسمم بيه حد معين، شخص معين، بس الشخص دوت عمره ما هياكل من الاكل الا لو انا اكلت معاه، لان الاكل هيتحط قدامنا احنا الاثنين. انا عايز اسمم شخص بسم، والسم ده هيتحط قدامنا احنا الاثنين، فانا كده هسمم نفسي. ايه رايك بقى ان انا اخد الترياق، اخد اجسام مضاده اللي هي بتعمل ابطال مفعول السموم، تمام؟ اخد الاجسام المضاده او الترياق بتاع السم، اخد المصل قبل ما اكل. لو كلت بعد كده من السم، السم هيضرني؟ لا، لان انا واخد الاجسام المضاده، واخد الترياق بتاع السم، هو مش واخد الترياق فهيموت. فهمتوا الفكره؟ يبقى بالترتيب كده الانزيمات المعدله هي اللي بتتكون، تضيف مجموعات الميثايل على مواقع التعرف الخاص بدي ان البكتيري، فبالتالي عند دخول دي ان الفيروسي تقوم انزيمات القصر بتقطيع دي ان الفيروسي ولا تؤثر على دي ان البكتيري. الخاصيه الثانيه المهمه جدا لمواقع التعرف ان هي بتبقى من 4-7 نيوكليوتيدات، ما ينفعش تزيد او تقل على الشريط الواحد. الخاصية الثالثة لمواقع التعرف ان هي بتقرأ في الاتجاه 3 شرطة 5 شرطة كده، زي ما بتقرأ في الاتجاه 3 شرطة 5 شرطة كده، ودي اهم خاصية. فهمتش؟ في تتابع مشهور جدا هنتكلم عنه دلوقتي اسمه جاتك، جي اي اي تي تي سي. اكتب هنا كده جي اي اي تي تي سي، اقرأ من الناحية دي هتلاقيه بيتقرأ زي الناحية دي بالظبط كده. ده موقع تعرف، اجمع او يعني عد كده 1 2 3 4 5 6، من 4-7 يبقى ده فعلا موقع تعرف حقق الشرطين. التتابع دوت تلاقيه في الفيروس ولا في البكتيريا ولا في الاثنين؟ في الاثنين، ولكن البكتيريا الناصحه بتضيف عند موقع التعرف مجموعات ايه؟ ميثايل سي اتش 3، فبتخبيه. على فكره ممكن تلاقي مواقع التعرف ديت في الانسان، ممكن تلاقيها في الحيوان، ما انا قلت لك اي دي ان ايه واي تفيد العموم والشمول، اي حاجه تمام، اي دي ان ايه، اي دي ان ايه مش ار ان ايه، ما ينفعش ار ان ايه. ليه بقى يا عم الحاج؟ لان انا قايل لك الخاصيه الثالثه انه بيتقري في الاتجاه ده على الشريط الاول زي الاتجاه ده على الشريط الثاني، يعني شريطين، يبقى لازم يكون مزدوج بالظبط، فلازم أن يكون دي ان ايه. طيب احنا عايزين نلم انزيمات القصر سريعا. في يوم من الايام العلماء لاحظوا حاجه ان في بكتيريا اسمها الايكولاي، بكتيريا هفاء، الفيروسات بتدخل جواها وتتضاعف وتتكاثر وتخرج فتدمرها، بينما نفس الفيروسات بتروح تهاجم بكتيريا تانية، البكتيريا هي اللي بتقتلها، او البكتيريا بتدمر الدي ان بتاعها. طب هي بتدمر الدي ان بتاعها ازاي؟ عن طريق ان البكتيريا دي لانها تمتلك انزيمات القصر البكتيريه. طب دي بتعمل ايه؟ تقوم بتقطيع دي ان الفيروسي الى قطع عديمه القيمه، ومنها 250 نوع، وبتبقى متخصصة. يعني ايه متخصصة؟ يعني ما بتشتغلش في اي حتة، ده بتقطع مواقع التعرف. طب مواقع التعرف دي موجودة فين؟ في اي دي ان ايه. لا ثواني، كلمة اي دي ان ايه دي تغوشني، تقصد ان هي موجودة في اي فيروس؟ لا لا لا، في الفيروس وفي البكتيريا. طب ازاي؟ طب ما هي لو موجودة في البكتيريا مواقع التعرف، يبقى الانزيمات القصر هتكسر البكتيريا والفيروس. قال لك لا، البكتيريا بتنتج، قبل ما تنتج انزيمات القصر بتنتج الانزيمات المعدلة التي تضيف مجموعات الميثايل على اماكن، على مواقع التعرف، فتقوم باخفاء مواقع التعرف، بينما مواقع التعرف الفيروس ما زالت مكشوفة، فالانزيمات هتقصقص الفيروس وما تقصقصش البكتيريا. من خصائص مواقع التعرف كمان انه بيبقى من 4-7 نيوكليدات على الشريط الواحد، وانه بيقرأ على الشريطين في الاتجاهين بنفس الطريقة، يعني من 3-5 زي من 3-5 جي اي اي تي تي سي جي اي اي تي تي سي. طيب انا ممكن استخدم تهجين الدي ان اي في اي، صور الصبورة بسرعة عشان ناقص حتة صغيرة كده في انزيمات القصر. بصوا يا جماعة، التتابع بتاع جاتك. بصوا يا جماعة، والله انا عايز اقول حاجة، الحصة بدايتها الفعلية من اول استنساخ الدي ان ايه. مش معنى كده الكلام ده مش مهم، بس الكلام الكتير هنا، وانا مش عايز اوصل للجينوم البشري وتلصقكم فيه، انا عايز اقول لكم كل المعلومات، فسيبوني اقول المعلومات اللي عندي اللي هي كافية ووافية وشافية وكاملة، لن تنقص اي شيء، وان اي سؤال ستسالونه انا عارف ان انتوا هتسالوا حاجه زيه، ولو انا مش عارفه فهو مش هيبقى لي لازمه، مش والله العظيم بقلل منكم، ولكن حصه زي ديت سيبونا اتكلم، سيبونا اطلع اللي عندي، ولما اخلص جزئيه معينه هسيبكم. انا ببقى بشرح حاجه معينه، لو زمايلكم مثلا انا عمال الص من المعلومات، عمال احط معلومه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه عشان اجي في الحته بتاعت ان السي اتش 3 مثلا بتخبي الموقع، لو حد سالني في النص خلاص انت هديت اللي انا بعمله بقالي 3 دقايق ومضطر ان انا ابدا من الاول، ما تعملوش كده تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي دي ان ايه من مصدر اهوت،
وديني طويل جدا، وانا جيت في حته معينه لقيت فيها التتابع دوت اللي هو جاتك جي اي اي تي تي سي اهو، وهنا جي اي اي تي تي سي ده المصدر الف، ونفس الكلام برضو دي ان ايه طويل جدا من المصدر باء، وهنا برضو جي اي اي تي تي سي جي اي اي تي تي سي. كده احنا عندنا نفس موقع التعرف على الدي ان ايه ده والدي ان ايه دوت، فهستخدم نفس انزيم القصر. خلي بالك احنا عندنا 250 نوع، لو استخدمت هنا انزيم هيتعرف على الموقع ده، واستخدمت انزيم تاني هيتعرف على موقع تاني، لا انا عايز اقص الاثنين بنفس انزيم القصر عشان يتعرف على نفس موقع التعرف. طيب انزيم القصر بقى بيجي يعمل ايه؟ ركز في الاسهم دي، بيقطع ما بين الجي والاي، وبيقطع ما بين الجي والاي وبيقابل نفسه، يعني ايه؟ هيكسر الرابطه اللي هنا. حد كده يقول الرابطه دي نوعها ايه؟ تساهميه لانها بنفس الشريط. طيب بعد كده يقوم جاي مكسر الرابط دي نوعها ايه؟ هيدروجينيه، وبعد كده الرابطه دي تساهميه، يبقى تساهميه هيدروجينيه تساهميه، وهنا كذلك ما بين الجي والاي هو تساهميه هيدروجينيه تساهميه. انتوا عارفين انا عملت ايه في كل دي ان ايه؟ دوت الدي ان ايه كان على بعضه اهوت، كان عامل كده، جيت انا قمت جاي قطع الحرف ده صح؟ اهي كانك فصلته كده بالشكل ده بالظبط. تاني يا جماعه، هم كانوا شريطين مع بعض عاملين كده، جيت انا بانزيمات القصر وقمت جاي قاطع من هنا، عملت كسرت رابطه تساهميه، بعد كده هيدروجينيه، بعد كده تساهميه، فالشكل اللي عندي بقى عامل كده. انا هرسم بقى هنا انفصلوا كده وهنا برضو انفصلوا كده، انا هرسم ده وده، يعني هرسم الحته ديت مثلا وهرسم الحته دي. طيب تعال نرسمهم بعد كده نربطهم مع بعض، يعني ايه؟ يعني نزل هنا كده الحته دهيت دي جي، وبعد كده هنا سي تي تي اي اي ستوب، لان احنا قاطعين ما بين الجي والاي، وهنا برضو قاطعين ما بين الجي والاي، فالحته دي انا مش هرسمها، وادي تكمله الدي ان هو طويل جدا من الناحيه دي. طيب وهناك برضو انا هقطع من اول هنا، بس هرسم الحته اللي فوق اللي فوق، فهرسم الاي اي تي تي سي وهنا جي، وبعد كده ادي تكمله الدي ان ايه. بص على الحتت اللي انا هشاور عليها ديت، المناطق ديت يا جماعه بنسميها اطراف مفرده غير ملتحمه، بنسميها اطراف لاصقه، كان الحته ديت هو الادينين دي مش متشوقه قوي ان هي تقابل صايمين، بتقابل صايمين تقابل ادينين تقابل ادينين، صح ولا ايه؟ ودول كذلك. طب ما تركز كده، طب ما الاثنين اصلا يركبوا في بعض، هتجيب لهم بقى حاجه اسمها انزيم الربط. انزيم الربط، هنا احنا استخدمنا انزيم القصر، لا ما تقولهاش كده، قول اللي انا هقوله ده، قول كلمه نفس اربع مرات، لا مش كده، نفس 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 انزيم القصر، نفس موقع التعرف، فيقص بنفس الطريقه فيترك نفس الاطراف اللاصقه، يعني الطرف اللاصق اللي هنا هو نفس الطرف اللاصق اللي او متكامل معاه يعني. فلما تستخدم انزيم الربط هتلاقي الوضع بقى عامل كده، ادي الدي ان ايه وهنا جي، ادي الدي ان ايه وهنا سي تي تي اي اي ستوب، هنا ارسم الجي وكمل الدي ان ايه، ارسم فوقها سي تي تي اي اي، وادي تكمله الدي ان ايه. كده انا بقى عندي دي ان ايه من مصدرين ماسكين في بعض، فعملت حاجه اسمها دي ان ايه معادل اتحاد. طيب نقول عليه دي ان ايه مهجن ولا دي ان ايه معادل اتحاد؟ ركز بقى في الحته ديت، كتاب المدرسه احنا هنمشي عليه، لان بعض الكتب الخارجيه بتستخدم لفظ دي ان ايه مهجن اوقات ودي ان ايه معادل اتحاد اوقات، ده عنوان وده عنوان. الدي ان ايه المهجن يا جماعه انا لما كنت بشرحه كنت بقول لك ان انا بجيب شريطين مع شريطين ولا شريط مع شريط؟ شريط مع شريط. لو انت جبت شريط اصلي وفصلت الرابط الهيدروجيني وشريط اصلي تاني، او قصدي لولب اصلي وفصلت الرابط الهيدروجيني وجبت شريط من هنا مع شريط من هنا، يبقى انت كده عملت دي ان ايه هجين. انما لو جبت قطعه دي ان ايه شريطين وقطعه تانيه شريطين ولزقتهم في بعض، كده انت عملت دي ان ايه معادل اتحاد. تمام؟ فهمتوا الفرق؟ دوت كده دي ان ايه هجين، دوت دي ان ايه معادل اتحاد، اللي انا عملته دوت دي ان ايه معادل اتحاد. طيب ولو ان يعني علميا ما مش شرط يعني، عادي ممكن يتقال على دي ان ايه هجين عادي يعني. ما احنا استخدمنا انزيم القصر، احنا
هناك احنا فصلناهم عن طريق رفع درجة الحرارة، هنا استخدمنا انزيمات تانية. طيب احنا في اخر الحصة ان شاء الله هنجمع الانزيمات بتاعت المنهج كله بإذن الله، فاصبروا عليا بس، لان احنا كده ناقص لنا كام انزيم؟ ناقص لنا انزيم واحد بس هنقوله في الحتة بتاعت الاستنساخ دي، ان اللي هي عليها الدور اصلا. طب ما يلا تصوروا دي. انا كده خلصت انزيمات القصر، ركزوا معايا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل ما ابدا في الاستنساخ في حاجة بسيطة عايز انبهكم ليها، هي الكلمة ديت كانت اتقالت اول مرة قدامي، كنا في رحلة لمعرض الكتاب السنة اللي فاتت مع ناس اصحابنا، فاحنا راجعين بقى متخيلين رحلة طالعين معرض الكتاب، فالناس بيبقوا عاملين ازاي؟ كلهم ناس بنضارات مثقفين الناس، بس ناس زي العسل يعني. ففي واحد كان قام ويقول وبيتكلم عن بيقول كلمة معينة، ففي شخص بيسأله بيقول له دكتور انا كل ما ابدا كتاب معين بحس ان انا بفقد الشغف كده وما بكملوش، فالتحصيل العلمي بتاعي بقى له كام شهر وكام سنة مش حاجة كاملة، يعني انا ما ببداش في علم من العلوم واكمله للاخر لان بقى بفقد الشغف. فهو قام جاي باصص له كده وكان عايز يشتمه يعني، بس قام قال له ايه؟ انما يبكي على الشغف النساء. تمام؟ انما يبقي على الشغف النساء. قام قال له ديت كلمه سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيقول انما تبكي على الحب النساء، يعني النساء هم الايه العاطفيات اللي ممكن مثلا لو فقدت عزيز او بتاع خلاص بقى تقعد تنوح طول عمرها عليه وتبكي على الحب، انما الرجل رجل المفروض ان هو يبقى عنده ثبات اكتر من كده شويه، فلا يبكي على الحب، خلاص هو دلوقتي فكر بمنطقيه، الحب دوت ضاع الى ما لا نهايه، خلاص هتقعد تبكي ليه؟ دور على حاجه ثانيه، دور على حياتك وابدا فيها. في مجال ان هو يرجع فما تبكيش برضه، طالما هو ممكن يرجع قوم خد خطوات عشان ترجعه، فاهمني؟ فبالتالي التعامل برضه بالشغف، تمام؟ ده مش من سمة الثابتين. مش انا مش هتكلم بقى عن الرجال والنساء، لان الثبات مش حاجه خاصه بالرجال يعني. الرجاله ممكن يكونوا اثبت شويه، ولكن عادي احنا ساعات بنشوف بنات ونساء اثبت من مليون رجل. فاحنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الثبات النفسي مش الشغف، مش ده محركك خالص يعني. لو واحد محركه الشغف فقط ده صدقني مع اول عثره هينكف على وشه هيقع. لا، احنا عايزين الوقود الداخلي هو يكون المنطق. انا المفروض اذاكر علشان ابذل مجهود علشان استنفذ وسعي علشان اقابل ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الاخره، فلاقي ثمره المجهود ده. انما انا بذاكر دلوقتي عشان نفسي مفتوحه للمذاكره. طب لو مش مفتوحه وبعدين هو مين اللي نفسه بتبقى مفتوحه للمذاكره؟ الكلام ده بيحصل مره في العمر يعني، ما حصلش كتير يعني، بس في عيال كده يا دكتور دحيحه وبيحبوا المذاكره، والله العظيم ما بيحبوه، والله العظيم يا حبيبي ما حدش بيحب المذاكره، والله العظيم انا لو حطيت لك كده اختيار حقيقي وقلت لك يلا بلاي ستيشن ولا مذاكره؟ طبعا بلاي ستيشن. مذاكره ايه؟ طب اول الدفعه؟ والله العظيم هيقول بلاي ستيشن. لا ده واد دحيح وبيحب المذاكره، ما بيحبهاش، محدش شغفه في المذاكره خالص يعني. لو انا انت عارف هو ممكن يكون بتحبب الى نفسه لانه بيفكر بمنطقيه، لانه ثابت، لانه مش بيدور على الشغف. فدلوقتي هل يكفي الشغف؟ لا يكفي اطلاقا. الوقود الداخلي والكلام التحفيزي، ويا دكتور بقى عايزينك في الفتره الجايه ديت ايه فيديوهات تحفيزيه كتير كده عشان انا بسمع الفيديو اقوم اكل الكتب. طب وبعدين؟ بعدين طب بعد ما الفيديو تاثيره يروح بسمعه تاني. ايوه، ما هو مره تانيه عامله زي الاناشيد كده مثلا، او بتسمعها مره الله جميله بعد كده بتزهق منها، فالتحفيز برضه هتزهق منه. لا مش بتذاكر عشان الدرجات، هو اصل هو ايوه بتذاكر عشان فلوس ابوها اللي بتدفع. ده منطق بتذاكر في افكار منطقيه كتير جدا في، والدرجات هي الدرجات دي عيبها يعني؟ هو انا لما ابقى بذاكر عشان درجات ده مش عيب، هفهمك دلوقتي. انا دلوقتي ممكن اكون بذاكر علشان عايز ادخل كليه كويسه عشان الاقي شغلانه كويسه عشان اقبض مرتب كويس، ودوت هدف كبير جدا. اعف في نفسي بالحلال ان انا ما ابصش لحد غيري، ان انا ما احسش ان انا قليل. في ناس كده مثلا، والله واحد صاحبي لما قال الكلمه ديت انا تعجبت من صدقه في الكلام. يقول لي يا جاري انا يعني بقارن كتير، للاسف ابتليت بالموضوع ده، فانا بقارن نفسي كتير، فلو انا قليل هقارن نفسي واحس ان انا مزرب والبائس طول عمري، فانا عايز ان انا يبقى معايا دخل مادي كويس عشان ما ابصش لحد، عشان اكتفي، فبالتالي ربنا يعيني على هذا الابتلاء اللي هو ابتلاني بيه، ان انا بقارن، ان انا عيني بتفتح شويه،
في على على مدار حياتي هحاول بقدر الامكان ان انا اكف عيني شويه واحده مع واحده لحد ما ربنا يزيل عني الابتلاء ده. طب لو ما ازلش افضل بقى فقير وافضل اقارن مع نفسي بالناس واصاب بعدم الرضا واقول يا رب ليه؟ لا طبعا. فدلوقتي انا عايز اشتغل عشان اجيب فلوس كويسه. انا شايف ان دلوقتي في الزمن دوت مثلا العلاج عشان تتعالج علاج كويس في مكان محترم محتاج يكون معاك فلوس، فخلاص انا هاخد النيه ديت ان انا اجيب فلوس عشان كده. في واحد مثلا المكانه الاجتماعيه انه يبقى محترم بين الناس، هو عانى مثلا ان هو اهله والكلام دولت مش ذوي قيمه وسط المجتمع، لما حد بيقابل والده او عمه بتاع عادي يعني راجل عادي زيه زي بقيه الناس، نفسه كده ان هو يمشي بين الناس يبقى محترم مش عشان يتكبر ولكن يبقى محترم بين الناس. فخلاص انا عايز ادخل الكليه المعينه عشان الناس تقول لي يا دكتور، مش عشان لقب دكتور، عشان يحترموني، عشان لما اتكلم الناس تسمعني. هو ده مش هدف كويس جدا على فكره طالما مش هتستخدمه في الشر. وطبعا في اهداف اسمى من كده بكتير، زي ان انا اتعلم علم يقربني لله سبحانه وتعالى. ما انا لما اعرف الحاجات ديت فسبحان الله اللي خلق الحاجات دي، وسبحان الله من علم الانسان الحاجات دي. والانسان كان هيتعلم الحاجات دي ازاي ويكتشفها ازاي الا بتعليم الله سبحانه وتعالى له. فديت حاجه بتقربك من ربنا، ديت حاجه مثلا هتخليك بعد كده اكثر تقوى لله. يعني في معاني اسمى بكتير جدا من الموضوع دوت، وفي الاخر هتوصل للجنه برضه عشان قلبي يبقى سليم وهكذا. فلازم يبقى فيه محركات اساسيه. هل الشغف دوت حاجة مذمومة؟ لا مش مذمومة طبعا، لو جات يبقى كويس، بس الذم في اعتمادك على الشغف. لان افتكروا الجملة انما تبكي على الشغف النساء، تمام؟ وتاني دوت والله العظيم مش تقليل من النساء، ولكن ده دي طبيعة فيهم على فكرة، وديت الحاجة الحلوة اللي في النساء هي ضعفهم، دي وسيلة قوة. ايوه بالظبط، ايوه بالظبط. ما انا والله لما انا بشوف الكومنتات بتاع اليوتيوب اللي هو دكتور، في ناس تقول لك ايه دكتور حفزني. يعني ايه حفزني؟ يعني هجيب لك حقن تحفيز؟ ولا اهو يلا زق اجمد يا ولا جامد. ما هو مش مفيش حاجه اسمها كده. ف مش عارف، انا بحاول بقدر الامكان والله ان انا لما اقول كلام تحفيزي يبقى برضه يبقى فيه كلام منطق عشان ما اقلبش مدرب تنميه بشريه في الموضوع. استنساخ دي ان ايه؟ قبل ما نبدا في الاستنساخ انا عايز افهم يعني ايه استنساخ وايه نسخ وايه تضاعف. في مصطلحات كده بدات تظهر غريبه جدا. يعني بص يا عم الحاج، المخطط اللي احنا هنرسمه دوت في كل حاجه ان شاء الله ده الدي ان ايه. لو انت عايز تجيب دي ان ايه من دي ان ايه فانت كده بتعمل تضاعف، صح؟ لو انت معاك شريط وجبت انزيم بلمر الدي ان ايه وعملت شريط مكمل ليه يبقى انت عملت تضاعف دي ان ايه. اما لو انت هتجيب الدي ان ايه وتحوله الى ار ان ايه سواء ام او تي او ار فانت عملت نسخ. الانزيمات المستخدمه في التضاعف هي اللولب وبلمره دي ان ايه والربط. اما الانزيم المستخدم في النسخ هو بلمره ار ان ايه. وانا عايز حد شاطر يقول لي لو انا بعمل عمليه نسخ في اوليات النواه، عمليه نسخ في الاوليات هحتاج كم انزيم؟ واحد يشتغل على الثلاثه. انما لو بعمل عمليه نسخ في الحقيقيات ثلاثه، واحد للام واحد للتي واحد للار منفصلين. طيب لو انا بتكلم في السبوره كلها التضاعف والنسخ وبتكلم في الاوليات يبقى عندي كام انزيم بلمره؟ اثنين، واحد بلمره دي ان ايه واحد بلمره ار ان ايه بس. انما لو في الحقيقيات اربعه، واحد دي ان ايه وثلاثه ار ان ايه. عظيم جدا. طيب في خطوه جديده، ايه رايك لو احنا جبنا دي ان ايه من ار ان ايه؟ ايه ده عكس النسخ. يعني انت كده هو انت بتعمل نسخ؟ لا يا عم الحاج النسخ اهو. ايوه انت بتعمل عكس النسخ. ايوه نسخ عكسي. سلام، اكتر حاجه بحبها في الدنيا ناس منطقيين. يعني النزول نسخ، طب كده نسخ بالعكس، نسخ عكسي. تخيل بقى اسم الانزيم اللي بيعمل النسخ العكسي اسمه انزيم النسخ العكسي. يا ولاد اللذينه، يعني ايه الجمال ده بجد؟ النسخ انزيم النسخ العكسي. بالظبط. ماشي، فدي الفكره. ناقص حاجه بقى، الاستنساخ. يعني احنا دخلنا في التفاصيل دي كلها، فين الاستنساخ؟ الاستنساخ هو ان انت بتجيب دي ان ايه من دي ان ايه. حلاوه، طب ما ده كان التضاعف. يعني ما هو التضاعف ان انت بتجيب دي ان ايه من دي ان ايه، الاستنساخ برضه ان انت بتجيب دي ان ايه من دي ان ايه. ما انا هقول لك الفرق بقى. التضاعف انت بتضاعف كل الدي ان ايه مره، انما الاستنساخ انت بتستنسخ جزء من دي ان ايه ملايين المرات. تاني، لو انا معايا 46 كروموسوم
2 نون، وعايز اعمل لهم تضاعف هيبقوا 92، او معايا 46 جزء دي ان ايه هيبقوا 92 جزء دي ان ايه. عندي 46 كروماتيد هخليهم 92 كروماتيد، يعني 46 كروموسوم ثنائي. تمام؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ انا ضربت في 2، يعني ضعفتهم مره. وخلي بالك انا ما خليتهمش 91 ولا 83، 92. ال 46 كلهم اتضاعفوا مره. تمام؟ يبقى ده تضاعف الدي ان ايه. انما لو انا بستنسخ جين الانسولين مثلا، فاكرين لما كنا بنحطه في البلازميد ونسيب الخليه البكتيريه تتضاعف مئات المرات وملايين المرات، ده اسمه استنساخ بقى. انا جبت الدي ان ايه كله ولا جزء؟ جزء اللي هو جين الانسولين، كترته وضربته في 2 ولا في مليون؟ في مليون، ضربته ملايين المرات، ده الاستنساخ. تمام؟ يبقى الاستنساخ هو اكثار جزء من دي ان ايه، جين معين او جزء معين او ايا كان، او مجموعه جينات حتى. طيب حلو جدا بقى، تعال ندخل على العوامل بتاع الاستنساخ. الدي ان ايه اللي انت هتستنسخه ده، الجزء ده او كيفيه الحصول، طريقه الحصول على هذا الجزء نجيبه ازاي؟ عندك طريقتين، الاولانيه سهله، الثانيه محتاجه تفهمها. ايوه بالظبط، اول حاجه انزيمات القصر والمحتوى الجيني. ازاي بقى؟ ده الدي ان ايه بتاع الخليه اهوت اللي مليان جينات. حضرتك عايز ايه؟ انا عايز جين معين وليكن هذا الجين مثلا اللي باللون الاحمر. طيب هعمل ايه؟ انا هجيب انزيمات القصر واسيبها على الايه؟ على المحتوى الجيني. ايه اللي قدامك ده؟ ده المحتوى الجيني اللي لو انت فاكر التعريف بتاعه كان كل الدي ان ايه، كل الدي ان ايه في الخليه. هل انا عايز كل الدي ان ايه ولا عايز جين معين؟ جين معين، فهحط عليه انزيمات القصر. انزيمات القصر، فهتوصلني للشكل ده. هتقطع الدي ان ايه وتسيب الجين اهو، ده اللي احنا عايزينه. طب هل انا كده حصلت على جين؟ لا، انت كل اللي عملته ان المحتوى الجيني كان متكلفت في بعضه، قمت انت جاي مقصقصه، فبقى مفروض هتحصل على الجين دوت ازاي؟ المفروض ان احنا ننقيه، صح؟ فقال لك والله العظيم بكل بساطه كده، قال لك نستخدم طرق انتقائيه مختلفه فنحصل على الدي ان ايه لوحده. هقول لك زي ايه؟ امثله يعني. في طريقه انت عارفها قبل كده، بتفصل الحاجات على حسب كثافتها، الطرد المركزي المفرق بتاع الاكس والواي. لما كنا بنفصل الكروموسوم اكس عن الكروموسوم واي في اخر صفحه في التكاثر، عشان الكروموسوم اكس نبعته للمزارع بتاعه الالبان عشان يخلفوا اناث، تمام؟ والكروموسوم واي بنبعته للمزارع بتاعه الذكور عشان يخلفوا عجول فتدي لحوم، تمام؟ فكنا بنفصلهم ازاي؟ على حسب كثافتهم. الكروموسوم اكس اكبر من الكروموسوم واي، فتلاقي ان الحيوانات المنويه ذات الصبغ اكس بتنزل تحت، والحيوانات المنويه ذات الصبغ واي بتطلع فوق عن طريق الطرد المركزي، بنلففهم بسرعه كبيره جدا. تخيل كده ان انا جبت جردل وحطيت في الجردل دوت شويه رمل، شويه حصى اكبر من رمل شويه، شويه زلط اكبر شويه، وشويه طوب، تمام؟ وقمت جاي جبت الجردل دوت وبدات الففه بسرعه كبيره جدا، فتلاقي ان الطوب بقى في قعر الجردل، وبعد كده الزلط، بعد كده الحصى، بعد كده الرمل، على حسب كثافتهم. فايه رايك برضو ان احنا نجيب دولت وندخلهم في جهاز الطرد المركزي، ومش انا عارف الجين اللي انا عايزه؟ يعني انا رايح اخد حاجه عشوائيه ولا في حاجه انا محددها؟ في حاجه انا محددها، يعني اقدر احسب كثافتها. فبعد ما تتفصل بالشكل ده كده، هيبقى مثلا الجينات كلها، كل جين من الاسود دول ليه كثافه معينه، فهيبقى في مكان معين. والجين الاحمر اللي انا عايزه، انا عارف ان الكثافه بتاعته هتبقى هنا، فهروح افصله من الحته دي. دي طريقه، طبعا هي ليست بالبساطه اللي انا بقولها دي، الموضوع معقد شويه، ولكن عشان ما بقاش قلت لك لفظ كتاب المدرسه وسبتك ومشيت، تمام؟ يبقى ايه اللي بيحصل؟ احنا بنجيب المحتوى الجيني، انا عايز انزح حته معينه، فبسيب عليه انزيمات القصر، بضيف عليه انزيمات القصر، فبتقصقص المحتوى الجيني الى قطع عديده. طب انا عايز قطعه معينه منها، معينه ومعروفه، فنقدر احسب كثافتها، اقدر بطرق انتقائيه مختلفه من امثلتها الطرد المركزي ان انا افصلها على حسب الكثافه مثلا يعني، وفي طرق انتقائيه كتير. طيب رقم 2 ديت بقى طريقه ذكيه جدا. عارف انت يقول لك هو احنا هنجيب يعني هنحصل على الجزء المراد استنساخه ازاي؟ هنروح له نجيبه منين؟ قال لك لا، احنا مش هنروح له، هو اللي هيجي لنا وفتكس. عارف بوشكاش؟ ساعه لما كان بيقول لك احنا مش هنروح كاس العالم، احنا كاس العالم اللي هيجي لنا وفتكس، احنا مش هندخل جوه النواه وندور على الجين اللي احنا عايزينه، ده الجين. احنا هنسيب النواه تنسخ الجين وتخرجه لنا في السيتوبلازم في صوره ام ار ان ايه. بس خلي بالك كده، انت لازم تروح لخليه معينه اللي الجين فيها نشط، اللي الجين فيها بينسخ ويترجم. بمعنى
ان انا لو عايز احصل على الانسولين بالطريقه دي انا ممكن اروح لخليه المعده بالطريقه اللي فوق عادي. اصلا انا اجيب المحتوى الجيني كده كده اصلا انا اللي هدخل اجيبه، فالمحتوى الجيني في خلايا بيتا زيه زي خلايا الفا زي المعده زي اي حاجه. انما هنا لا يا باشا، ده انت عايز الجين يخرج لك في صوره ام ار ان ايه، عايزه يتنسخ، فبالتالي لازم أن تروح لخلايا بيتا عشان تاخد منها الانسولين، لازم أن تروح لخلايا الفا عشان تاخد منها الجلوكاجون، لازم أن تروح للخلايا الصبغيه بتاعه الجلد عشان تاخد منها الميلانين. طيب انا عندي بروتين عايز اتكلم عليه وهو الهيموجلوبين، هجيبه من كرات الدم الايه، هو كرات الدم الحمراء هي اللي فيها هيموجلوبين فعلا بس ما عندهاش نواه اصلا. هنرجع بقى نجيبها من نخاع العظام. ركزوا في الجمله اللي هقولها ديت، انا مش هجيب كرات الدم الحمراء الناضجه، انا هجيب الخلايا المولده، ايوه اللي هي الجذعيه يعني، الخلايا المولده لكرات الدم الحمراء. بصوا يا جماعه، كرات الدم الحمراء في البدايه بتبقى عامله، او مش كرات، بتبقى خلايا بالفعل وعندها نواه وعندها ميتوكوندريا وعندها عضيات كتير جدا، تمام؟ والدي ان بتاعها بينسخ ويترجم الى هيموجلوبين. بعد ما بتكون الهيموجلوبين تقول للنواه شكرا مش عايزاك في حاجه، فتتحلل النواه وتتحول الى كره دم حمراء ناضجه بدون نواه. يبقى تاني، في حاجه اسمها كره دم حمراء غير ناضجه اللي هي المولده لكرات الدم الحمراء في بدايه حياتها، ودي بنلاقيها في نخاع العظام الاحمر. وفي كرات دم حمراء ناضجه ماشيه في الدم دي ما فيهاش نواه. انا عايز اخد ام ار ان ايه اللي بينسخ من الدي ان ايه اللي موجود داخل النواه، يبقى انا عايز خليه فيها نواه. اوعى تروح لكره الدم الحمراء الناضجه ما فيهاش نواه، روح للخلايا اللي هتبقى كرات دم حمراء، الخلايا الجذعيه بيسموها اريثرو بلاست اللي هي بلاست يعني خليه كبيره، تمام؟ واريثرو اللي هي احمر، الخلايا الحمراء الكبيره اللي هي هتبقى كره دم حمراء فيما بعد. اللفظ بقى بتاع كتاب المدرسه، الخلايا المولده لكرات الدم الحمراء هي اللي فيها جين الهيموجلوبين. خلي بالك، انا بصوا انا ما بنزعش الانسولين، انا بنزع الجين. اصلا انا لو عايز الهيموجلوبين ذات نفسه خدوا من كرات الدم الحمراء عادي فيها هيموجلوبين، بس انا مش عايز الهيموجلوبين نفسه، انا عايز الجين بتاعه، انا عايز الام ار ان اي. طيب انا كده حصلت على الام ار ان اي، بس مع ثواني، هو انت مش انت قايل الاستنساخ هو جزء من دي ان اي؟ بس انت مش معاك دي ان اي، انت معاك ام ار ان اي. الله عليكم، طب مش احنا معانا ام ار ان اي نقدر نجيب منه دي ان اي بالنسخ العكس؟ ما هو ده احنا مش قايلينه اعتباطا يعني، ما احنا عشان نستخدمه. ايوه جدا جدا جدا، يلا نستخدم انزيم اسمه انزيم النسخ العكسي اللي هيحول لي الام ار ان اي الى دي ان اي. لا، هيحوله الى شريط دي ان اي. ومن المعلوم ان الجين شريطين، يعني طب ما تعمل بلمره دي ان اي يا جماعه، اعمل تضاعف للشريط، بقى عندك شريط تاني من دي ان اي، مبروك، ما بينهم روابط هيدروجينيه، بقى عندك الجين تاني. الطريقه ديت ذكيه بس هتتعبنا. ذكيه ليه؟ هو بس يقول لك ايه، يلا ندخل نجيب الجين من النواه، يقول لك انا ادخل اجيب الجين من النواه، انا ما اروحش لحد، اللي عايزني يجي لي، ما هو مش هو اللي عايزك، احنا اللي عايزين برضه يجي لي، قول له بس احمد الجهري واقف في السيتوبلازم بره، وبعدين يعني هو هيتنسخ ويترجم، وهيتنسخ ويخرج لنا، هيتنسخ في صوره ام ار ان اي ويخرج لنا في السيتوبلازم، انا ما اروحش لحد، هم اللي يجوا لي حد عندي. طيب اتفضل بقى الام ار ان اي، هو كده انت معاك الجين؟ يقول لك لا. ولا خلاص، ما انت لازم تتعب بقى، مش انت اللي بتتنك، خلاص حول لي بقى الام ار ان ايه الى دي ان ايه. طب ازاي انا اعرف الدي ان ايه الى ام ار ان ايه؟ ده نسخ، يبقى نسخ عكسي من ام ار ان ايه الى دي ان ايه، بس انا كده معايا شريط، ومن المعلوم ان الجين شريطين مش شريط واحد. خلاص الشريط الدي ان ايه دوت، اعمل له تضاعف بنزيم بلمار الدي ان ايه. بالله عليك، لازم خطوتين عشان تحصل على الجين. تعالوا كده يعني نفترض شريط ام ار ان اي ونشوف هنحصل منه على الدي ان اي ازاي. هنفترض ان الشريط ده بيبدا بثلاثه ولا خمسه؟ اكيد خمسه، واكيد اي يو جي، صح ولا ايه؟ مش ام ار ان اي، وبعد كده مثلا يو 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 جي 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 سي 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 اي اي اي، وبعد كده اي ولا يو اي، مش هزعلك، يو اي جي، ماشي. ثلاثه شرطه وزي العديد الادينين. طيب انا عايز احصل دلوقتي على شريطي دي ان اي. اول حاجه هجيب انزيم النسخ العكسي اللي هيحطه قصاد الخمسة تلاتة، ايه هتبقى تي اي سي اي 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 سي 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 جي 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 يو، يا لهوي دي ان ايه يا ولاد، تي 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 اي تي تي، خمسة شرط.
انا اسف سي، انا كنت فاكر يو اي يو اي جي يبقى اي تي سي خمسه شرطه كده. انا معايا شريط دي ان ايه، طب انا عايز من شريط الدي ان ايه اجيب كمان شريط هات انزيم بلمرت دي ان ايه. والحمد لله مش احنا بادئين من 3 ل 5، مش هنحتاج انزيم الربط لان انزيم بلمرت دي ان ايه بيشتغل من 5 ل 3. حط الخمسه شرطه بعد كده اي تي جي تي 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 جي 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 سي 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 اي 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 تي اي جي 3 شرط. ها هو الجين المراد استنساخه، تم الحصول عليه وقمنا بتخليص ايه تخليص دي خلصنا الجزء ده. يبقى فيه هنا طريقه اللي هو محتوى جيني زائد انزيمات القصر، وفي هنا طريقه الام ار ان ايه، بس بالله عليك لازم تجيبها من الخلايا التي يكون فيها الجين نشطا. في حاجه بس ثانيه واحده، هو انزيم النسخ العكس ده احنا جبناه منين؟ يعني موجود فين؟ موجود في الفيروسات ذات المحتوى الجيني ار ان ايه. زي مين؟ زي الانفلونزا وشلل الاطفال والايدز وكورونا، صح كده؟ هم الاربعه اللي علينا، شلل الاطفال الايدز او اللي هو الاتش اي في اللي بيعمل مرض الايدز وكورونا. طبعا كورونا مش موجود في المنهج ولكن يعني هو فعلا بيبقى ار ان ايه، ما فيش مشكله خالص. ايوه بقى بيبقى عندهم انزيم النسخ العكس ليه؟ بص معايا، دي الخليه اللي هو الفيروس هيتضاف عليها، ده كده الفيروس اهو، وده الدي ان ايه او الار ان ايه بقى بتاع الفيروس، ودوت الدي ان ايه بتاع الخليه دي ان ايه، ودي كده اسمها خليه العائل. كيف للار ان ايه بتاع الفيروس اللي هو شريط ان يرتبط بالدي ان ايه بتاع خليه العائل اللي هو شريطين؟ صح، مش هو عايز يرتبط بيه عشان يحلله عشان هو يتضاعف ويموت البكتيريا في الاخر او خليه العائل يعني، فلازم يرتبط معاه. فلازم عشان يرتبط مع حد يقول له على فكره انا شبهك، انا زيك بالظبط، انا دي ان ايه زيك، بس هو مش دي ان ايه هو ار ان ايه، فبيحول نفسه لدي ان ايه علشان يرتبط مع الدي ان ايه بتاع خليه العائل. طب ازاي يتحول الار ان ايه الى دي ان ايه؟ عن طريق انزيم النسخ العكسي والبلمره، تمام؟ فيتحول الى دي ان ايه حتى يتحد مع خليه العائل ويستطيع ان هو يدمرها فيما بعد. يلا صوروا السبوره ثانيه. زميلكم كان بيقول لي اسمعوا بس، هو بيقول لي كودون الوقف ازاي ليه شفره؟ لا هي مش كده، هو اتنسخ، انا جبت اللي قبله مش اللي بعده. عارفين لما ممكن مثلا نقول على كودون الوقف دوت ينسخ ولا يترجم، صح؟ هو بيتنسخ بالفعل بس ما بيترجمش، انما دوت ينسخ ويترجم، تمام؟ طيب كان عندك سؤال؟ ماله؟ لا بصوا يا جماعه، هو الفيروسات عموما، الفيروسات عموما احنا ما نديش علاج يموت الفيروس، احنا بنعتمد على مناعه الجسم، بنعتمد على مناعه الجسم في علاج الفيروسات. امال احنا بناخد ادويه لكورونا ليه؟ لو انت خدت بالك كل ادويه كورونا عباره عن حاجات للاعراض. كورونا مثلا بتعمل تجلط في الدم فياخد حاجات للسيوله، عايزين نقوي المناعه شويه فنديله فيتامين سي، يقعد في البيت ياخد حاجات للبرد، ياخد حاجات للرئه، يعني انت بتعالج الاعراض، مفيش علاج كده احنا مدينه يهاجم فيروس كورونا، لان الفيروسات ما بتتهاجمش بالمضادات الحيويه. البكتيريا بندي علاج يقضي على البكتيريا ذات نفسها اللي هو المضاد الحيوي، فاهميني؟ انما الفيروس بنعتمد على مناعه الجسم. احنا كده خلصنا طريقه الحصول على الدي ان ايه المرض استنساخه. تعال نتكلم هنستنسخ الدي ان ايه ازاي بقى بثلاث طرق. اول طريقه احنا عارفينها اللي هي البلازميد، مش عايزها تطول معانا. اما الطريقه الثانيه فهي الفاش، فبرضه احنا عارفينها مش عايزينها تطول معانا. اما الطريقه الثانيه جهاز اسمه البي سي ار، هو كده كده مش هيطول معانا. طيب اول حاجه البلازميد. دلوقتي انا معايا الدي ان ايه المراد استنساخه، فين الجين؟ ده الجين اهوت، ده كده الجين اللي انا عايز استنسخه، وعندي البلازميد اهوت. دي ان ايه دائري بيتكون من شريطين وغير معقد بوجود البروتين. اول حاجه هعملها ان انا احصل على الجين، فهجيب انزيم قصر يقطع من هنا وانزيم قصر يقطع من هنا، لا هجيب نفس انزيم القصر، تمام؟ طيب في تتابع اهوت اسمه جي اي اي تي تي سي، ده جاتك صح؟ لا هو واحد تاني معلش. كان A A G C T T، يبقى هنا A A G C T T، ده ينفع موقع تعرف؟
لانه محقق الشروط. عد كده 1 2 3 4 5 6 وهو من 4 ل 7 بيتقري من الناحيه دي زي من الناحيه دي، يبقى موقع تعرف. بس ده غير اللي فات، اللي فات كان جاتك، ده مختلف. طيب وهتلاقي الموقع دوت برضو موجود هنا AAGCTT AAGCTT، والتتابع دوت هيبقى موجود هنا برضو AAGCTT، والشريط اللي تحته AAGCTT. بصوا بدون تعقيدات، احنا هنستخدم انزيم القصر اللي هنستخدمه هنا هو اللي هنستخدمه هنا، والانزيم ده بيقطع ما بين الA والA، يعني هيقطع كده رابطة تساهمية، بعد كده رابطة هيدروجينية، بعد كده رابطة تساهمية، وهنا برضو هيقطع رابطة تساهمية، رابط هيدروجينية، رابطة تساهمية. الجزء اللي انا حصلت عليه عامل كده اهو، اقرأ معايا AGCTT وفي هنا A. طيب دوت الجين ومواد استنساخه اهوت الحته اللي في النص، وهتلاقي هنا TTCGA وفي هنا A. طيب الحتة اللي انا هلونها بالاحمر دي حد فاكر بنسميها اطراف ايه؟ اطراف لاصقة. اطراف لاصقة اهيت، دي مش اطراف لاصقة، انا اسف، ده اسود عادي. طيب الناحية التانية هستخدم نفس انزيم القصر، فهيقطع ما بين الA والA وهوت، ويقطع ما بين الA والA. انتوا عارفين عملت ايه في البلازميد؟ انا جبت مقص وانت جاي عامل كده، اللي هعمله بعد كده بقى هبعدهم عن بعض. يعني الحركة اللي جاية ديت انا مش هشيل حاجة من البلازميد، مش هشيل حاجة، انا هعمل كده وافصل الاثنين ابعدهم عن بعض بس عند مكان القطع كده، هعملهم كده. الرسمة دي مش سهلة خالص، تمام؟ بس ان شاء الله ربنا ينصرني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهوت. طيب المفروض ان احنا اهي، ماشي هبقى اغير اللون بعدين اهيت. طيب وديت هتوصل كده اهيت، دي كانت هنا ودي كانت هنا، انا فصلتهم عن بعض عشان تبان اكتر بقى. بص انا هعمل ايه، الحته اللي انا قطعت من عندها اهي اللي هي باللون الاحمر اللي هي الاطراف اللاصقه اهيت، الحته اللي باللون الاحمر دي كانت لازقه في بعضها. ثواني تعالوا نكتب، اول حاجه اكتبها هنا ايه، A G C T T، وهنا T دي قصادها A، وفي هنا A G C T T وفي هنا قصادها. لو انت ركزت هتلاقي ان الحته ديت تركب هنا والحته ديت تركب هنا، فهمت الفكره؟ هناخد دوت كده ونعوجه دوت ونجي مدخلينه هنا، فبالتالي الوضع في الاخر هيبقى عندك بلازميد، والبلازميد دوت فيه الجين المراد استنساخه ودخل في المنطقه اللي احنا عايزينها، فهمت الفكره؟ يبقى تاني انا عملت ايه، انا جبت الدي ان ايه اهوت كان عامل كده، فانا قمت جاي قاطع في حته معينه، ده انا بتكلم على البلازميد الاول، البلازميد قطعت في حته معينه وقمت جاي فاصل الحتتين دول كده عن بعض، فبقى الحته دي شايفين الزاويه دي كده اسمها اطراف لاصقه مائله، وديت برضه اسمها اطراف لاصقه مائله. هاجي على الدي ان ايه، هجيب الاطراف اللاصقه اللي هنا دي هاخدها واركبها في الطرف ده، والاطراف اللاصقه اللي هنا دي هزقها كده واركبها في الطرف ده، فيبقى اهو وعندك هنا اطراف لاصقه، اطراف لاصقه، واجيب الدي الجين اللي انا عايزه واحطه في المكان الطبيعي بتاعه، بقى عندي بلازميد صناعي. البلازميد الصناعي دوت هحطه جوه خليه بكتيريه اهيت، ده الدي ان ايه الاصلي بتاع الخليه البكتيريه اهوت، ملتحم النهايات وبيتصل بالغشاء النووي الخلوي في نقطه، بعد كده ده البلازميد اللي فيه الجزء الصناعي اهوت، بعد كده هسيب الخليه البكتيريه تتضاعف مره واثنين وملايين المرات، كده تضاعفت مره وفي ملايين المرات، فكل مره بتتضاعف بيبقى جواها البلازميد بما فيه من الجين اللي انا حطيته. طيب تعال نكتب البيانات دوت الجين المراد استنساخه، هستخدم هنا انزيم القصر، لا هستخدم نفس انزيم القصر، نفس موقع التعرف، يقص بنفس الطريقه فيترك نفس الاطراف اللاصقه. بعد كده هستخدم انزيم الربط عشان اربط الاثنين مع بعض، وبعد كده هضيفه الى خليه بكتيريه. طب هدخل البلازميد جوه الخليه البكتيريه ازاي؟ بيقول لك بنعاملها بالحراره، معاملتها بالحراره، فبالتالي بتبقى قابله ان هي تدخل البلازميد، يعني
مش مهم، ان هي بتعامل بالحراره عشان تدخل بلازميد، بعد كده تترك في وسط مناسب عشان تتضاعف ملايين المرات، وفي كل مره بيتضاعف الدي ان ايه الاصلي بتاعها بيتضاعف مع الايه البلازميد، فنحصل على ملايين النسخ من هذا الجين. طيب الطريقه الثانيه ان احنا بنستخدم الفاج، ده الدي ان ده البكتيريا ودوت الفاج اهوت، وده الدي ان ايه الاصلي بتاع الفاج، هنقصه في الحته دي كده ونسيب اطراف لاصقه، بعد كده نجيب الجين اللي احنا عايزينه نقوم جايين قصينه هو كمان ورابطين الاثنين مع بعض، فبقى الدي ان ايه بتاع الفاج بيحتوي على الجين اللي احنا عايزينه، صح ولا ايه؟ بعد كده تسيب الفاج يهاجم الخليه البكتيريه فيحقن جواها الدي ان ايه بتاعه مع الجين اللي احنا عايزينه ويعمل تضاعف، فبعد ما كان هيبقى 100 واحد نسخه داخل واحد هقعد 32 دقيقة هيبقى 100 نسخة من الدي ان ايه بتاع الفاج والجين اللي احنا عايزينه، فبقى عندنا 100 نسخة في نص ساعة، بعد كده هيبقى عندنا كمان نص ساعة بقى عندنا كم كل نسخة؟ 10,000، ما هو 100 في 100 كل واحدة انتج 100 يبقى 10,000، بعد كمان نص ساعة هيبقى عندنا لا مليون، بعد كده 100 مليون، بعد كده 10 مليار وحاجات كده غريبة يعني، ده في خلال ما كملناش 3 ساعات ولا حاجة. فدي الطريقة التانية برضو لاستنساخ دي ان ايه. الطريقة التالتة والمستخدمة حاليا جهاز اسمه BCR بوليميريز تشين رياكشن، يهمني ان انت تسمع اسمه، هو اسمه مش عليك، عليك بس البي سي ار، انما الاختصار ليه مش مهم، بس اعرفها بوليميريز لان الانزيم اللي بيشتغل فيه اسمه انزيم تاك بوليميريز. بوليميريز ده يا جماعة هو انزيم البلمرة دي ان ايه، بوليميريز هو بلمرة الدي ان ايه، فده انزيم بلمرة، يعني ايه بيعمل تضاعف للدي ان ايه، بيبني دي ان ايه، ما ده اللي احنا عايزينه، مش احنا عايزين نعمل استنساخ والاستنساخ دوت ما هو الا تضاعف بس ملايين المرات مش مره واحده، تمام؟ فدوت شبه يشبه انزيمات بلمره دي ان ايه، ولكن الفرق انه بيتحمل درجات حراره عاليه، بيتحمل درجات حراره عاليه جدا. طيب ان هو بيشتغل مش بيضاعف الدي ان ايه مره زي انزيم البلمره، لا دوت بيضاعف الدي ان ايه الاف المرات، وايه في دقائق معدوده، في دقائق معدوده. ديت المعلومات اللي انا عايزك تعرفها عن البي سي ار، دوت جهاز بيقوم بمضاعفه الدي ان ايه الاف المرات في دقائق معدوده باستخدام انزيم التاك بوليميريز في درجات حراره مرتفعه، والتاك بوليميريز بيفكرك بانزيمات بلمار الدي ان ايه لان هو بيعمل تضاعف للدي ان ايه زي ما هي بتعمل تضاعف للدي ان ايه، بس هي بتشتغل مره هو بيشتغل ملايين المرات. طيب عايز اتناقش معاكم في حاجه، مش عارف انتوا سمعتوا كلمه بي سي ار ديت قبل كده ولا لا، في ايه؟ في كورونا، تمام، وسمعناها كتير جدا في فيروس سي، بس احنا سمعناها كتير فعلا في الفتره بتاعه كورونا. انا هكلمكم عن الاستخدامات بتاعتها، وده هيدخلنا شويه في المناعه، المناقشه اللي احنا هنعملها ديت اثرائيه فهتخليك فاهم شويه. بص يا عم، في سنه 2016 كنت انا لسه داخل الكليه، اول سنه ليا في الكليه، وساعتها كنت نزلت مع ناس عندنا في البلد متطوع، يعني ان احنا كنا بنسحب عينات دم من الناس عشان حمله فيروس سي، عشان نعمل لهم تحليل مبدئي كان سعره 10 جنيه. التحليل دوت بنعمل ايه؟ بندور على فيروس سي، لا بندور على الاجسام المضاده ضد فيروس سي. بندور على الاجسام المضاده في جسم المريض. طيب لو انا لقيت الاجسام المضاده، يعني التحليل اللي انا عملته دوت طلع بوزيتيف، ركز معايا، هل ده معناه ان الشخص ده عنده فيروس سي دلوقتي؟ مش ممكن يكون كان عنده فيروس سي ودلوقتي عنده خلايا ذاكره، فدلوقتي عنده مناعه، لكن هو مش مصاب. طيب احنا كنا بنعمل ايه؟ بنعمل التحليل للناس كلها، وده تحليل مبدئي، فبنعرف بس الناس اللي ما جالهاش الفيروس خالص، اللي ما جالوش الفيروس خالص زي الفل، التحليل بتاعك نيجاتيف، فيروس سي ما دخلش جوه جسمك خالص. طيب دخل مثلا في 70% كده، وروحوا بيتكم انتوا احنا مطمنين عليكم، في 30% بوزيتيف، يعني ايه؟ هل انا اقول لهم انتوا عندكم فيروس سي؟ لا، بص اللي انا اقوله لهم، فيروس سي دخل جوه جسمك في وقت ما من حياتك، وانا لا اعلم هل هو موجود الان فانت لسه مصاب، ام ان جهازك المناعي تغلب عليه ولكن عندك خلايا ذاكره، خلايا بائيه ذاكره بتنتج اجسام مضاده، فانت ما زال عندك اجسام مضاده، فدي دلاله على دلاله مناعه وليست دلاله اصابه او دلاله مرض. فهمتوا الفكره؟ طب انا عايز افرق بقى مين اللي عنده المرض بالفعل ومين اللي عنده مناعه، يبقى انا هدور بقى على اجسام مضاده ولا هدور على الفيروس ذات نفسه؟ على الفيروس ذات نفسه. فهستخدم جهاز البي سي ار اللي بيضاعف الدي ان ايه او الار ان ايه، المحتوى الجيني يعني بتاع الفيروس، فيعمل له امبليفيكيشن او ماجنيفيكيشن، يعني ايه؟ تكبير.
فنقدر نشوفه واضح هل هو موجود ولا لا. فبناخد عينه الدم من المريض يعني الناس اللي طلعوا بوزيتيف. طبعا احنا بناخد اسامي الناس، ناخد الكونتاكت اللي هو موبايلهم مثلا او الاماكن اللي هم عايشين فيها، وبنروح نقول لهم لا انتوا لازم تروحوا، وبيبقى على نفقه الدوله وهتعملوا التحليل بتاع البي سي ار. تمام. طيب ليه؟ عشان نتاكد حضرتك عندك مناعه والحمد لله جسمك كويس وخفيت ولا المرض عندك. فواحد يقول لي ايه، طب ما هو طالما كده كده هنعمل البي سي ار، طب ما كنا عملناه من الاول. غالي، هيكلف كتير جدا، التحليل واحد ب 500 جنيه. فانت هتقول لي طب ما احنا كده كده هنعمله. مين اللي قال لك؟ في 70% من الناس ما اتعملهمش بي سي ار، دول روحوا، دول كلفونا كل واحد 10 جنيه بس. تخيل بقى من البدايه هتعمل ده كله بي سي ار ب 500 جنيه، كتير جدا. تمام. ايه؟ لا ما هو الدوله ما شاء الله يعني معاها فلوس كتير. فال 70% دولت 70% دول خلاص عملناهم تحليل مبدئي بس. بعد كده الباقيين هناخدهم، فاللي هنلاقي في دمه الدي ان ايه او الماده الوراثيه بتاعه الفيروس ذات نفسه يبقى ده مصاب بالفعل، ودوت لازم ياخد العلاج بقى اللي هو السوفالدي ده. طب واحد ما لقيناش الدي ان بتاع الفيروس، فهنقول له مبروك حضرتك جالك فيروس سي زمان بس انت خفيت ودلوقتي عندك مناعه ضد الفيروس. فهمتوا الفكره؟ طيب كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. دلوقتي هنتكلم عن دي ان ايه معاهد الاتحاد، اللي هو دي ان ايه من مصدرين مختلفين متصلين مع بعض بالطريقه ديت عن طريق انزيمات القصر، اللي هو دي ان ايه ودي ان ايه من مصدر ثاني زي اللي احنا كنا لسه عاملينه من شويه في البكتيريا في البلازميد. ما هو ده دي ان ايه من مصدر اللي هو البلازميد جايبينه من بكتيريا، ودي ان ايه من مصدر اللي هو جين الانسولين مثلا جايبينه من انسان وحطيناهم مع بعض. اول حاجه في مجال الطب هنتكلم عن حاجتين، رقم واحد الانسولين، ورقم اثنين الانترفيرونات. وطبعا انت عارف الاثنين. زمان كنا بناخد الانسولين دوت من الماشيه والخنازير. والله ليه؟ لان ما حدش ينفع ياخد انسولين بشري. هتجيب انسولين بشري منين؟ من البشر اكيد. طب هتجيبه ازاي يعني؟ هتغزهم في بطنهم وتطلع بنكرياسهم تعصره؟ ما فيش الكلام دوت. هقول لك لا، احنا ممكن مثلا واحد يتبرع بالانسولين. يعني ايه يتبرع بالانسولين؟ الانسولين يا حبيبي يفرز بالمايكروجرام على قدر احتياجك، فانت ما عندكش انسولين اضافي ولا حاجه. ما حدش عنده انسولين اضافي الا بقى واحد عنده حاجه اسمها زولينجر اديسون، حاجه كده ورم مثلا في خلايا بيتا بينتج انسولين كتير. انما في الاشخاص الطبيعيين الانسولين بيفرز على قدر احتياجك، فما ينفعش الانسان يتبرع بالانسولين. طب بالنسبه للماشيه والخنازير، ما دول بيتذبحوا، فبالتالي بعد ما يذبحوا هتاخد البنكرياس تستخلص منه خلايا بيتا، تاخد منهم الانسولين وتستخدمه على مجال تجاري. بس للاسف الانسولين بتاعهم مش بشري، يعني مش زي البشر بالظبط، في اختلافات، فكان بيحصل حساسيه، فده كان بيسبب حساسيه لبعض المرضى، وكانت بتبقى اعراضها اقوى من اعراض البول السكري اصلا. فاهمين اللي هو طب اتعالج ازاي؟ طيب احنا نعمل ايه بقى؟ ايه رايكم ان احنا ننتج انسولين بشري؟ طب ازاي؟ ما احنا لسه قايلين ان احنا ما ينفعش، بس لا هنحطه على بلازميد. فتبقى عندنا مزرعه مليانه ملايين البكتيريا، والبكتيريا كل واحده منها عامله زي دي، عندها البلازميد جواه الجين بتاع الانسولين. فالبكتيريا طالما عندها جين الانسولين تقدر تنسخه الى الام ار ان ايه، وتقدر تترجمه الى البروتين اللي هو الانسولين، فبقت البكتيريا منتجه للانسولين. بكتيريا منتجه للانسولين. وعملنا ده مشروع. يعني تخيل كده انت بتربي بكتيريا في البيت، تجيب شويه بكتيريا، تجيب جين انسولين، وتجيب بلازميد، تعامله بانزيم قصر بنفس انزيم القصر، نفس موقع التعرف، نفس طريقه القص، نفس الاطراف اللاصقه، تلزقهم مع بعض بانزيم الربط، تدخله جوه البكتيريا، تجيب طبق كده اسمه مزرعه بكتيريا، وتحط لها درجه الحراره المناسبه والغذاء المناسب والبي اتش المناسب وكل حاجه مناسبه، وتربيها عندك في البيت. بقى عندك البكتيريا ديت منتجه للانسولين. بعد كده هتاخد الانسولين تعمل له بيوريفيكيشن يعني تنقيه يعني، وتدخله في شويه مراحل، بعد كده تحطه في ازايز، تاخد الموافقه الطبيه وتبيعه في الصيدليات. مشروع ناجح زي الفل، احسن من تربيه الفراخ على السطح. ربي بكتيريا عندك ايه وما بتاخدش مكان تحت السرير. طبعا امك في البدايه هتقوم جايه لك مربي لنا بكتيريا في البيت، واخوك بدا يعطس، واختك بدات تكح، وبدات بتجيب لنا المرض، فتقوم جايه لها دي 10 جنيه امه من الانسولين بتاع البكتيريا. بجد يعني بتجيب فلوس؟ طب ايه يعني؟ طب عارفين انت عينها ترغرغ كده. طب يعني البكتيريا طلعت بتجيب فلوس؟ طب ممكن نشيل سرير ابوك في اوضه النوم ونعمل المشروع هناك، مش مهم ينام على الكنبه بره. اقول لك نشيل الكنبه،
ابوك يبقى يروح ينام عند امه، فاهمني؟ اللي هو يعني عايزين ننتج، ما طالما انت بتجيب فلوس. وحته بتجيب فلوس ديت انا عايز اكلمكم فيها، بس خليها على جنب شويه. فبالتالي ديت يعني لو احنا عملنا الشركه دي وعملنا المشروع دوت، انا هسمي السلوجان بتاعنا انسولين بشري بايدي بكتيريه. هو انسولين بشري ولا مش بشري؟ الجين واخدينه من البشر، تمام؟ ولكن مين اللي انتجه؟ البكتيريا. اوعى تقول انسولين بشري وتجري. هو انسولين بشري فعلا، بس لو قلت انسولين بشري هيفتكروا ان انت بتتاجر في الاعضاء، وانت بتجيب ناس تدبحهم وتاخد وتطور لهم بطنهم وتطلع البنكرياس تعصره وتطلع منه انسولين. لا، فانت لازم تقول بايدي بكتيريا، اللي هو لا ده مشروع تاني يا عم، انا ما باخدش بشر، فاهمني؟ ماشي. ودوت ما بيسببش حساسيه لانه بشري وكفاءته عاليه جدا. طيب الانترفيرونات دي بتفرز من الخلايا المصابه بالفيروس كرسالة تحذير للخلايا السليمة المجاورة لها، تقول لها الفيروس هيخلص عليا ويجيلك، فعليك ان انت تبوظي انزيمات نسخ الحمض النووي للفيروس، فالفيروس ما يقدرش يتضاعف جواكي، تمام؟ طيب بيشتغل عندنا كم نوع من الانترفيرونات؟ عندنا 15 جين من جينات الانترفيرونات، لقيناهم في الخلايا البشرية، خدناهم من الخلايا البشريه حطناهم على بلازميدات وعملنا مشروع تاني جنب المشروع بتاع الانسولين، بكتيريا منتجه للانسولين، برضو بكتيريا منتجه للايه؟ للانترفيرونات. العلماء زمان حاولوا ان هم يستخدموا الانترفيرونات مش بس في علاج الفيروسات، في علاج السرطان، ولكن للاسف ما نفعتش. يعني بسبب مشاكل تقنيه ما نفعش الانترفيرون في علاج السرطان، ولكن طبعا بيشتغل ضد الفيروسات وخاصه اللي محتواها الجيني ار ان ايه، زي مثلا الانفلونزا وكورونا وشلل الاطفال والايدز او الاتش اي في. كده خلصنا مجال الطب. بعد كده ندخل على مجال الزراعه، سهل جدا. لو انت فاكر في اخر صفحه في الدرس بتاع المناعه في النبات كان بيقول لك ان الانسان بيهتم جدا بالنباتات، وكان بيعمل شويه حاجات كده لاجل عيون النبات. اول حاجه مبيدات حشريه ومبيدات عشبيه ومناعة مكتسبة، اللي هو حث النبات على مقاومة الأمراض النباتية. ورقم أربعة اللي هو أربعة وخمسة اللي هي التربية النباتية والهندسة الوراثية. فكنا بنعمل هندسة وراثية في النباتات. طب إيه الهندسة الوراثية في النبات؟ إن أنا هجيب نبات قوي أخد منه جينات القوة وأنقلها للنبات ضعيف، فيبقى النبات الضعيف بقى قوي، تمام؟ يبقى دلوقتي بقى عندك إنتاج نباتات ممتازة وأكثر مقاومة للأمراض. ثواني، الجمله دي بترن في ودني كده كاني سمعتها قبل كده في زراعه الانسجه. لا، هناك كان اسمها اكسار نباتات ممتازه. هتفرق يعني؟ اه بالظبط. اصل هناك كان تكاثر لا جنسي ثبات في الصفات الوراثيه، فلو النبات قوي كتره. انما هل بزراعه الانسجه اقدر احول نبات ضعيف الى نبات قوي؟ ازاي يا باشا؟ زراعه الانسجه ده تكاثر لا جنسي. يعني انت بتجيب مثلا جذر الجزر او اوراق الطباق او ايا كانت الخليه الجسديه اللي انت بتجيبها دي، بتعمل زيها بالظبط. فلو النبات قوي هتكتره مش هتقويه، ولو النبات ضعيف هيبقى ضعيف. فهناك اسمها اكسار نباتات اوريدي هي ممتازه، تمام؟ انما هنا لا، انت بتنتج نباتات اصلا كانت ضعيفه حولتها الى ممتازه عن طريق الهندسه الوراثيه. طيب الحاجه الثانيه بقى، تعرفوا البقوليات؟ في معلومه كده اظن ان هي كانت في الجيولوجيا بيقول لكم ان البقوليات دي بتقدر تستضيف بكتيريا. البكتيريا دهيت بتقدر تثبت النيتروجين الجوي. بصوا، البقوليات بيبقى عندها جين، ركز في التتابع، الجين ده بيمكنها من استضافه بكتيريا على الجذر. البكتيريا ديت بتقوم بتثبيت النيتروجين الجوي. ومن المعلوم ان النيتروجين هو المكون الاساسي للاسمده، اسمده نيتروجينيه. يعني مش احنا كنا بنقول ان الصرف الصحي المعالج بيستخدم في استصلاح الاراضي؟ ما هو الصرف الصحي المعالج دوت عباره عن ايه؟ يوريا. بول يا باشا، بولينا يوريا. واليوريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن نيتروجين. مش عارفين تركيب اليوريا؟ سي دبل بوند او ان اتش 2 ان اتش 2، صح؟ فاليوريا عباره عن نيتروجين، انا جايبها عشان خاطر عيون النيتروجين ده، ماشي؟ فبالتالي النيتروجين ده مهم جدا. والاسمده، انتوا تعرفوا شكاره اليوريا بكام دلوقتي؟ اللي هي الاسمده اللي احنا بنحطها في الارض، يعني لو حد هنا من الفلاحين، الشكاير اليوريا والنترات والحاجات ديت غالي. ونترات ما نيتروجين برضه، الشكاير حاجه اسمها كيماوي سوبر، السوبر ده فوسفات ونترات، الفوسفور والنيتروجين مهمين جدا. فالبقوليات محتاجه النيتروجين بقوه،
فربنا اداها قدرة، اداها جين يمكنها من استضافة البكتيريا. البكتيريا دي بقى بتثبت النيتروجين الجوي فلا تحتاج الى اسمدة نيتروجينية. وخلي بالك البقوليات بتكون بروتينات صح، والبروتينات بتتكون من احماض امينية امينو اسيد، والامينو معناها NH2 مجموعة الامينو صح لا، فهي محتاجة نيتروجين عشان تكون الاحماض الامينية عشان تكون البروتينات. في نباتات تانية بقى ما عندهاش الجين ده، دوت نبات مش من البقوليات فبالتالي ما عندوش الجين فما بيستضيفش البكتيريا فما بيثبتش النيتروجين، فاحنا مضطرين نحط له أسمدة نيتروجينية. مش انت فاكر اول اوراق خامس كلمة قلناها في الحصة في انجازات الهندسة الوراثية، انتوا فاكرين اصلا بالترتيب؟ مش اول حاجة كانت عزل تحليل معرفة البروتين، بعد كده مقارنة ونقل. نقل ايه رأيك لو احنا نقلنا الجين ده من البقوليات الى النباتات اللي مش بقوليات؟ فلو نقلنا الجين هتقدر تستضيف البكتيريا فتقدر تثبت النيتروجين فنستغني عن الاسمدة النيتروجينية باهظة السمن والتي تلوث التربة بشكل من الاشكال. طب ما ده كلام ممتاز جدا، احنا كده خلصنا الكلام بتاع الزراعة، يلا ندخل على رقم 3 البحث العلمي. واللي بيقوم بالبحث العلمي هم العلماء، والعلماء دايما بيبقوا ناس ما شاء الله دماغهم ايه فلتة منهم شوية. والله العظيم عالم مقرفين في اللي بيعملوا الحاجات دي، مقرفين ومعقدين وتنكين. بص القرف، تخيل البحث العلمي ده هنعمله على انهي كائنات؟ دبان وفران. شوف دبان وفران. بس في حاجه برضو، الدبان اللي احنا هنستخدمه هنستخدم حاجه اسمها ذبابه الفاكهه، الدروسوفيل، حشره الدروسوفيل. وذبابه الفاكهه ديت عينيها من اجمل العيون في الدنيا، تسحرك تمام؟ اكتر ما التانية بتسحرك. ايه؟ ما زال الذبابة في الاخر يعني، بغض النظر عن العيون. ما تعرفوش العيون بتعمل ايه؟ ما علينا. يا جماعة بتكلم على عيون الذبابة، بيبقى لون عينيها في لون اسمه لون الياقوت الاحمر. ايه؟ خلاص بقى، انا بتكلم دلوقتي على عيون الذبابة، بيبقى لون والله العظيم جميل جدا اسمه لون الياقوت الاحمر. تمام؟ ما تضربناش في حتة تانية. ماشي خلينا هنا. لون الياقوت الاحمر، لون الياقوت الاحمر دوت فيه الوان تانية زي اللون البني. اللون البني في الذباب مش حلو خالص في لون عينيها يعني، انما اللون البني في البشر كويس جدا. تمام؟ حصل خير، حصل خير. ماشي، فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الدروسوفيلا اللي هي ذبابه الفاكهه، وهنتكلم عن لون عينيه، لون العيون اللي منها لون عيون اسمه الياقوت. خلاص بقى الياقوت الاحمر واللون البني. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ناخد الجين بتاع الياقوت الاحمر ننقله في ذبابه لونها بني عشان يبقى لون عينيها احمر، بس بقى بطريقه يعني غبيه. انا هرسم لكم الرسمه وان شاء الله تفهموها. دي ذبابه لون عينيها بني تمام؟ يا حوله ولا اهي لون عينيها بني وجواها جنين تمام؟ او يعني هتبيض وهيتكون جنين. الجنين دوت هيبقى لون عينيه برضه بني، عنده بقى خليه هناك اهو، الخليه ديت هتبقى اعضاء تكاثريه، يعني هتبقى خصيه مثلا تمام؟ هتبقى اعضاء تكاثريه. يبقى دي كده خليه مقرر لها ان شاء الله يعني ان تكون اعضاء تكاثريه جنسيه. احنا هنعمل ايه بقى؟ هناخد الجين ندخله جوه الخليه دي، فالدبانه اللي لونها عينها بني هتفضل بني عادي، ابنها بقى لما يطلع هيبقى بني عادي، لما يكبر هتبقى خلايا الخصيه عنده فيها جين لون العيون الاحمر، فعياله هيبقى لون عينهم احمر. معلش هو يعني اكيد احنا مش حابين لون عينها، وده ما انا بقول لك بقى يعني معقدين ورخمين وتلمين وبيرخموا علينا تمام. يبقى تاني والله بجد ده الشرح اللي هو احنا بنعمل ايه. احنا بنتكلم على الابحاث العلميه. ايه الابحاث العلميه ديت؟ هم بيهجصوا وساعات بيطلع معاهم حاجات فيقول لك لقد قمنا بالعديد من الابحاث واستنتجنا استنتاج. هم عملوا 7000 بحث ملوش 30 لازمه وفي واحد نفع تمام، دولت من اللي هم ما لهمش 30 لازمه. طبعا ليه لازمه يعني. الياقوت الاحمر خدنا الجين وعايزين ننتج ذباب لون عينيه احمر من ذباب لون عينيه بني. طب ازاي؟ هنحط الجين دوت في الذبابه نفسها؟ لا.
طب في الجنين؟ لا. طب في الخصية بتاعت الجنين؟ لا. في الخلايا اللي هتبقى خصية. هفهمك ليه. أصل أنت لو هتروح لخلايا بعد ما بقت خصية هتبقى مثلا 1000 خلية، يبقى أنت لازم تجيب 1000 جين وتدخل كل جين في كل خلية. ولكن لو أنا رحت للخلية الأولى اللي هتدي الخلايا دي كلها وغيرته في خلية، يبقى لما تتضاعف هتغيره في 1000 خلية. أنا عايز يا عم الحاج أحط صبغة في النيل، وعايزها عايز مية النيل كلها في مصر تتلون بالصبغة دي، هل هروح أحطها عند فرع دمياط ورشيد ولا أحطها عند أسوان؟ أسوان عند المنبع. فلو أنت حطيتها عند المنبع مبروك النيل كله تلون باللون ده. فلو أنت رحت للخلية اللي هتبقى أعضاء تكاثرية يبقى أنت رحت للمنبع وسهلت على نفسك، هتستخدم جين واحد بس. تمام؟ دي فكرة الخلايا الجذعية. ما هو إحنا ليه مش قادرين ننقل جين الأنسولين في خلايا البيتا في البنكرياس؟ ما هو كتير قوي، آلاف بل ملايين الخلايا. هتروح بقى لكل خلية تدخل لها جين لوحدها؟ الموضوع صعب جدا. تمام؟ طيب ده الحاجة الأولانية. التانية أعبط منها، ب الفيران. جبنا فأر صغير وفار كبير وإنسان، فيها جدعان وإنسان كبير، مش عارف يعني إنسان كبير استنى بس الحاجات دي انت لو طبقتي تقنية معينة وانت بتنقلي الجين ولقيتها نفعت ممكن تستخدمها في حاجات نافعة. ده بقى ده بحث علم علوم. ايه كان لون الياقوت، اللون العيون بتاع الدروسوفيلا دوت، كان في حاجه اسمها الجينات المرتبطه بالجنس في سنه اولى مع نبات البسله والحاجات دي في الوراثه. اصبروا بقى الله يكرمكم. عندنا فار من النوع الصغير وفار من النوع الكبير وانسان. تخيلوا عملنا ايه، جبنا جين الجي اتش من الفار الكبير وحطناه في الفار الصغير فكبر، جبنا جين الجي اتش من الانسان الكبير حطناه في الفار الصغير فكبر، اللي هو اضافه جين الجي اتش من فأر من النوع الكبير أو إنسان إلى فأر من النوع الصغير فتحول إلى فار من النوع الكبير. طيب في نهاية الـ DNA معادل الاتحاد طلع بيان مرعب، أقل ما يقال عنه أنه مرعب. في عالم طلع على التلفزيون وقال لك تس 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 إلى جميع المواطنين، هناك شيء خطير. فبعد إجراء التجارب على تهجين DNA وDNA معادل الاتحاد وإدخال جينات معينة إلى بلازميدات البكتيريا، فأصبحت البكتيريا مثلا قادرة على إنتاج الإنسولين أو إنتاج الإنترفيرونات، ماذا على العلماء الأشرار؟ ومن المعلوم أن هناك أشرار في كل مهنة، فهناك الكثير من العلماء الأشرار الذين قد يدخلون جينات سامة إلى البكتيريا أو إلى بلازميدات البكتيريا، فبدلا من استخدام البكتيريا في إنتاج مواد نافعة زي الإنسولين والإنترفيرونات، فقد يقوم هؤلاء العلماء بإنتاج بكتيريا قادرة على إنتاج مواد سامة ونشرها في العالم فيما يعرف بالحرب البيولوجية المنتظرة التي ستقضي على العالم أجمع. أفيقوا من نومكم، أفيقوا أيها العرب، أفيقوا يا أيها العالم، إحنا بنموت، ده في خطر محدق. طبعا هو قفل وقام جاي طالع عالم يقول له إيه الهبل ده؟ إيه العبط ده؟ حضرتك البكتيريا اللي احنا بنستخدمها في المعمل اسمها الايكولاي، والايكولاي ديت من كتر ما عملنا عليها تجارب ما بقتش خلاص، حيلها تهد، ما بقتش تقدر تعيش بره انابيب الاختبار. يعني هي عايشه معانا في المعمل في التجارب بتاعتنا، تيجي تطلعها بره المعمل تموت، فلو حطيت جواها سموم ونشرتها في العالم مش هتعمل حاجه، هتموت. ده انت ما انت لما تنشرها في العالم تنشرها بايه؟ بغواصات؟ ما كده هتنشرها بطيارات، هي اصلا هتشوف المسافه هتتخض فتموت. خطأ علمي والكلام ده، انا اسف يعني، اكيد مش هتخض يا جماعه. تمام؟ اكيد مش هتخض، انا اقصد يعني ان هي الكلام اللي متقال في المنهج ان البكتيريا المستخدمه في الابحاث العلميه تمام حياتها بقت قاصره على انابيب الاختبار، غير قادره على الحياه خارجها. فحتى لو حطيت السموم عايز تنشرها في العالم مش هتنشر، عايز تحط انسولين وتسيبها في انابيب الاختبار تنتج انسولين جوه انابيب الاختبار ماشي، تنتج سموم جوه انابيب الاختبار ماشي، انما تنشرها في العالم لا. فهو كان مخاوف واحنا ردينا عليها ولله الحمد. صور السبوره ويلا عشان نختم الحصه. بص معايا يا صديقي، احنا خلصنا ده كله، يلا نبدا في الجينوم البشري واستخداماته. ركزوا عشان الحته ديت فيها افكار جميله جدا وممتعه بصراحه. طيب هيبدا بقى يحكي لك الحكايه، هو ايه الجينوم البشري اصلا؟ هو كل الDNA داخل الخليه البشريه. على فكره نفس التعريف دوت اتقال في المحتوى الجيني،
المحتوى الجيني هو كل الدي ان ايه في الخليه عموما، انما انا بكلمك عن الجينوم البشري، يبقى انا بتكلم عن الخلايا البشريه خصوصا كل الدي ان ايه اللي فيها. الكلام ده بدا ازاي؟ بدا من ايام فرانكلين او من ايام جريفيث كمان، ازاي اكتشفنا ان الدي ان ايه الماده الوراثيه. بعد كده فرانكلين اكتشفت جزء من تركيب الدي ان ايه، جه واتسون وكريك سرقوا بقى الابحاث بتاعتها كملوا ايا كان، المهم يعني واتسون وكريك اكتشفوا بقيه تركيب الدي ان ايه، عرفنا بقى ازاي التضاعف، اصلاح العيوب، الفرق بين الاوليات الحقيقيات، تكثيف الدي ان ايه، المحتوى الجيني، الطفرات، عرفنا يعني ايه انواع الار ان ايه الثلاثه وازاي بيتنسخوا وازاي بيترجموا. فاحنا عرفنا معلومات كتير جدا. تمام، من ضمن الحاجات اللي احنا اكتشفناها الجينات، عشان نعمل حاجه اسمها خريطه جينيه، ان انا اخد الدي ان ايه بتاعك فهم جاي راسم خريطه كده فيها من 60 ل 80 الف جين جواك، فاقدر اقول لك انت عندك جين كذا وجين كذا وجين كذا. تمام، طيب اول حاجه اكتشفنا في الاول 1500 جين. من ضمن الجينات ديت كانت جينات خطيره جدا، زي جينات مثلا مسببه لي اللي هي امراض الضغط وتصلب الشرايين وفي امراض تانية او جينات تانية مسببة للكانسر للسرطان. حاجة مثلا مش عارف انتوا تعرفوا المعلومة ديت ولا لا، بس في بعض انواع الكانسر بيسموها بيقولوا اللي هي ران ان فاميليز، يعني موجودة في العائلات. يعني مثلا كانسر الثدي البريست كانسر دوت، يجي يقول مثلا لو الام جالها بريست كانسر فالبنت غالبا بنسبة 20% هيجي لها مثلا. يعني لو الام جالها بريست كانسر والاخت، يبقى البنت هتلاقي ان نسبتها بقت 40%. طب الام واتنين من الاخوات او الام والخاله النسبه بتعلى وهكذا. تمام، مش بنجزم ان هي لازم يجي لها بريست كانسر، ولكن نسبتها او احتماليه اصابتها بتزيد. فبنعمل لها جينوم بشري، بنلاقي ان في جينات كده من امثلتها حاجه اسمها بركه، BRCA، بركه 1 وبركه 2 والكلام دوت. البركه دوت جين، الجين دوت بيخليها تبقى عرضه للكانسر وهكذا. بقى في كانسر كتير جدا معروف ان هو جينيتك او اللي هو جيني او وراثي. تمام، مش ان هو بيورث الكانسر، هو بيورث القابليه الاكثر للاصابه بالكانسر. تمام، طيب من ضمن الحاجات ديت مش عارف تعرفوا برضو المعلومه دي ولا لا، بس هي مشهوره جدا. في ممثله اسمها انجلينا جولي، الممثله ديت قام باستئصال الثدي بشكل كامل. ليه؟ لان ناس في عيلتها تقريبا والدتها وخالتها حاجه زي كده جالهم كانسر بريست، جالهم سرطان في الثدي، سواء بقى عاشوا او ماتوا فهم كانوا لازم ياخدوا جرعات كيماوي او يعني راديو او كيمو اشعاع او كيماوي، فبيتعذبوا يعني الموضوع. فقامت جايه عامله قالت ايه، الوقايه خير من العلاج، انا استأصل الثدي اصلا لان نسبتي في الاصابه بسرطان الثدي كانت عاليه، فخلاص انا استأصلهم اصلا من البدايه. وعملت كده بالفعل. تمام، وساعتها بقى مش عارف كانت بعدها على طول بدات تتبرع بمش عارف ايه وحاجات غريبه كده. ما علينا، فدي الفكره بتاعت ان في جينات مسؤوله عن امراض معينه، امراض زي تصلب الشرايين مثلا. هو ايه الفكره في تصلب الشرايين؟ ان الشريان بيبقى سموث من جوه، واسع وإلاستيك، بيمط. تمام، لما بيترسب عليه دهون ما بيبقاش سموث، بيبقى رف خشن، فالدم بعد ما كان ماشي كده بقى ماشي كده، فممكن يتجلط. الشريان بعد ما كان واسع بقى ضيق، فالدم ماشي ببطء، فالاستجنيشن او البطء دوت ممكن يعمل تجلط. الشريان ما بقاش إلاستيك، ما بقاش ياخد ويدي بشكل ودي، ما بقاش يمط، فبالتالي برضو ضغط الدم مرتفع. ما انا دلوقتي لو في حاجه بتمط وانا قمت جاي فاتح الحنفيه على الاخر هتاخد وتدي صح، انما لو هي ناشفه فالضغط هيبقى جواها عالي جدا، فيبقى تاني دوت يعمل جلطات ويعمل رفع في ضغط الدم. يجي يقول لك ايه ده، هو مش هو في العنايه يعني وركب دعامه على القلب؟ ما هو اصلا ابوه كان مركب دعامه واخوه بركب دعامه، اصل العيله ديت كلها مركبه دعامات في القلب، العيله دي كلها عندها تصلب شرايين، العيله ديت كلها مثلا تخينه شويه لان بيترسب دهون في جسمها، لان في جينات هي المسؤوله عن كده. يقول لك والله انا اكلتي مش عاليه ولا حاجه، يعني انا اكلتي تقريبا طبيعيه، ولكن انا عندي جينات، الجينات ديت بترسب دهون في مناطق معينه من الجسم، ومن ضمن المناطق ديت الشرايين، وللاسف اكتر شريان بيترسب فيه دهون هو الشريان التاجي بتاع القلب. فتلاقي ان القلب مش واصل له دم كفايه، فتلاقي بدا يبقى ايه، يدخل بقى في المشاكل اللي هي زي الانجينا، الذبحه الصدريه والحاجات دي. طيب يبقى دولت ال 1500 جين اللي اكتشفوه. بعد كده توالت الابحاث لحد ما اكتشفوا ان هم تقريبا من 60 ل 80 الف جين، وعرفوا جينات اكتر. في حاجه خدناها قبل كده في الطفرات اسمها الطرز الكروموسومي، فاكرينها؟ الطرز الكروموسومي هو عباره عن ترتيب الكروموسومات تصاعديا ولا تنازليا؟ تنازليا على حسب الحجم، تنازليا حسب الحجم.
فبتلاقي ان زوج الكروموسومات رقم واحد، بعد كده زوج الكروموسومات رقم اثنين اصغر منه، ثلاثة اصغر منه، وهكذا لحد الزوج رقم 22. لان الزوج رقم 23 ده الكروموسومات انهين الجنسية التي قد تكون واحد كبير واحد كبير اسمهم اكس اكس، او واحد كبير واحد صغير اكس. فلو اكس اكس تبقى انثى، لو اكس واي يبقى ذكر. معلومة، الكروموسوم واي هو الاصغر على الاطلاق، تمام؟ الكروموسوم اكس يقع ما بين السابع والثامن. مش فاهمك. بص، مش احنا مرتبينهم تنازلين على حسب الحجم؟ فالمفروض اصغر واحد يبقى 23. لا لا بقى، ال 23 دوت خارج التقسيمه، 23 ده محطوط في الاخر لانه كروموسوم جنسي. انما بحق الله لو انت عايز ترتبه على حسب الحجم، الكروموسوم اكس هيبقى ما بين السابع والثامن. يعني لو انا برتب على حسب الحجم هيبقى 7 او 1 2 3 4 5 6 7 اكس 8. فاهميني؟ تمام، كويس جدا. يبقى ده بيقع ما بين السابع والثامن. ممكن اسال سؤال؟ من هو اصغر كروموسوم في الانثى؟ 22 لان هو الاخير، تمام. طب مين اصغر كروموسوم في الذكر؟ الواي. ما هو الواي هو الاصغر على الاطلاق، الانثى فيها واي. خلاص ارجع اللي قبله بقى اللي هو 22. جميل جدا. طيب ماذا بعد؟ اكتشفوا بقى بعض الجينات واماكنها على الكروموسومات. عندنا الكروموسوم الثامن والتاسع وال11 واكس. الثامن بيبقى عليه جين البصمه، وهو الجين المميز في جميع الكائنات، في جميع البشر. يعني يقول لك الجين الذي يميز جميع البشر ولا يمكن ان يتكرر هو جين البصمه، يحمل على الكروموسوم رقم 8 اللي ترتيبه من حيث الحجم رقم 9 عشان الاكس هيزقه، صح ولا ايه؟ مش هو ما بين الاكس ما بين السابع والثامن، هو ترتيبه في الطرز الكروموسومي 8 ولكن ترتيبه من حيث الحجم بحق الله 9 لان الاكس قبله، تمام. طيب الكروموسوم رقم 9 بيبقى عليه فصائل الدم او جينات فصائل الدم اللي هي الاي بي او. ما حدش يقول لي اي بي، انا بقول الجينات. بصوا يا جماعه، الجينات بتاعت فصائل الدم هم 3، اي وبي واو. انت بتورث منهم حاجتين، بتورث واحده من الاب وواحده من الام، تمام. فانت ممكن تورث اي اي او اي او، بي بي او بي او، او 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 اي بي. دول الست احتمالات، مفيش غيرهم. الاي والبي اتنين بلطجيه، الاو دوت هفق. فلما الاي يجتمع مع الاو الاي يكسب، يبقى الاثنين دول فصيله دمهم اي. ما هو اي اكيد اي. طب اي او الاي تكسب، الاي سائد والاو متنحي، تمام. طيب البي بي اكيد بي، طب البي او برضه بي، الاو او متنحي مع متنحي، خلاص. طيب او، طيب اي بي بقى اي بي لا يسود اي منهما على الاخر بل يشتركان في اظهار صفه جديده، حاجه اسمها انعدام سياده، اللي هو انت بلطجي طب انا بلطجي، خلاص نعمل عصابه مع بعض، انت لا تكسبني ولا اكسبك، مبروم على مبروم ما يرولش، سائد على سائد ما يرولش. فبالتالي هيعمل صفه جديده، دي الفكره يعني. طيب الكروموسوم رقم 11 عليه جين الانسولين وجين الهيموجلوبين. يا الله. طيب الكروموسوم اكس بيبقى عليه بعض الجينات الامراض المرتبطه بالجنس، زي مرض الهيموفيليا. حد عارفه؟ سيوله الدم. الهيموفيليا اللي هي سيوله الدم، ومرض عمى الالوان او كلر بلايندنس. والله ما شاء الله. طيب هم الرجاله عموما صبيان ولا بنات؟ لا ولاد. طب ما انا هقول لك ليه دلوقتي. والله كويس ان هي. طيب هقول لك بقى ليه عمل الوان مشهور اكتر في الولاد عن البنات. نركز في الحته دي لانها ممتعه جدا والله، ومحتاجه ناس بتفهم كده. بص يا عم، هي الجينات دي محموله على الاكس ولا على الواي؟ على الاكس. فلو انا بتكلم عن ذكر، هو اكس اكس ولا اكس واي؟ ادي اكس واي اكس واي. عنده احتمالين. ممكن بصوا، مرض الهيموفيليا في منه اتش كابيتال واتش سمول، ده معناه ان الشخص سليم وده معناه ان الشخص مريض، تمام. ده جين المرض وده جين السلامه. كالر بلايندنس او عمل الوان، السي كابيتال ده معناه ان هو سليم والسي سمول معناه انه مريض. تعالوا نشوف كده. لو انا حطيت على الذكر دوت، حطيت هنا اتش كابيتال يبقى الذكر دوت سليم بنسبه 50% واتش سمول يبقى مريض بنسبه 50%. طيب تعالى بقى في الاناث، عندها ثلاث احتمالات لان عندها اكس اكس، فبيبقى عندها نسختين من الجين مش نسخه واحده. فممكن يبقى عندها اتش كابيتال اتش كابيتال تبقى سليمه، ممكن تبقى اتش كابيتال اتش سمول، ركز كده، سليمه ولكنها حامله للمرض، يعني خبيثه.
اللي هو انت عندك؟ لا ما عنديش انا زي الفل، بس الجيم مستخبي جوه تمام، تقدر تورثه لعيالها. طيب هنا اتش سمول، اتش سمول مريضه، المرض في الذكور بنسبه 50% انما في الاناث بنسبه 33.3%، تلت بس اللي مرضى تمام. طيب فبالتالي الامراض ديت زي الهيموفيليا وعمل الالوان اكثر في الذكور، لان الذكر يحمل جين واحد منها، ما بيحملش اكس اكس واي اكس واي، الواي ما عليهوش الجين، فيا اما يبقى سليم يا اما مريض. انما الانثى يا اما سليمه، يا اما سليمه حامله للمرض، يا اما مريضه، فعندها ثلاث احتمالات من ضمنهم اثنين سلام، فيبقى نسبته في الذكور اعلى. بص بقى شويه ضحك بقى، ده الذكر والذكر هنا مريض تمام، ودي الانثى هنفترض ان هي سليمه، خليها نقول ان هي مريضه هي كمان ولا عندها كده يعني. خلينا في الذكر الاول، لو خلف ولد هيديله ايه؟ ولو خلف بنت هيديها يعني كده الاب بيدي المرض لبنته وما يديهوش للابن. ايه الابهات القاسيه دي؟ استنى بس استنى، الاب كده بيدي المرض للبنت وما يديهوش للابن. انا بتخيل كده الاب بيقول لك ايه، الواد يبقى عنده هيموفيليا، طب الواد ده الله هيخرج ويشتغل ويتخبط ويتعور، البنت هتقعد في البيت وبعدين هتروح عند اهلها، يبقوا يعالجوها، الناس اللي هيتجوزوها يبقوا يعالجوها هناك. انما ابني لا، ما اديله الواي، خد ياد الجين، ما تاخدش ياد جينات مرض، خد انت جينات المرض. تحس كده ان في قسوه. بس في حاجه معلش، تخيل كده ان الام لا هي المريضه تمام، والاب سليم. بص كده بقى، خد كده كون ولد اكس من الام وواي من الاب، الام هتدي لابنها المرض اتش سمول. بص الواد بيعمل ايه، الام تقوم جايه خد الاتش سمول، خد الاتش الهيموفيليا، الام بتدي ابنها المرض، فالواد يقوم جايل يابا الحقني اديني الاتش كابيتال، يقول له ما انا يا حمار ما انا لو اديتك الاتش كابيتال هتبقى بنت، يقول له طب الحقني طب اعمل ايه، يقول لك ما عنديش غير الواي، يقول له بس الواي مش هينجدني، اعمل لك ايه، البس امك اللي ادتهولك اعمل لك ايه، ما اعرفش انجدك لان انا هديك الواي والواي ما عليهوش جينات. انما بص كده الام الاسيه بتقوم جايه مديه لبنتها الاتش سمول، اهي الاتش سمول، فتقوم جايه بابا الحقني، اقول لها حبيبه قلبي خد الاتش كابيتال يا عسل ولا يهمك، ماما وحشه انا حلو، ماما ادتك الاتش سمول انا احميك. فالاب يحمي بناته من بطش امهم ولا يستطيع حمايه ابنائه. الاب قد يورث لو كان ده لو كان الاب سليم، انما لو الاب مريض يورث الصفه لبناته ولا يورثها لاولاده. هل الكلام ده بيتحفظ؟ لا ما بيتحفظش، هو لا انا حافظ ولا انا حافظه ولا محضره ولا اي حاجه، انا بكتب وبتخيل معاك ونشوف ايه اللي هيحصل يعني تمام. طيب اظن بصراحه يعني الكلام دوت سال فيه بعض الكتب الخارجيه، بس يعني كان في اولى ثانوي، صعب قوي يعني، صعب ان هو يسال فيه، بس نفهمه بالله عليك الكلام دوت ما يطنش يعني، افهموه وخلوه في دماغكم، انتوا مش قليلين يعني، انتوا شاطرين. فايه رايك ان احنا نقفل اللعبه ونتوقع والله اجابها؟ طب انا هجاوب وابقى انا المتميز وابقى انا الوحيد اللي قفلت الحته ديت في الاحياء ان شاء الله. طيب ناقص ايه بقى؟ ناقص استخدامات الجينوم البشري، تعال نتكلم عن شويه منها. اول حاجه يقول لك تخيل كده ان احنا لو نزعنا الدي ان ايه من جنين تمام، خدنا خليه جنينيه وهو لسه في بطن امه في الشهور الاولى من الحمل وخدنا الدي ان ايه بتاعه، فاحنا نقدر نعمل له خريطه جينيه، فنقدر نتوقع الجينات اللي عنده ونقدر نتوقع الامراض اللي ممكن تجيله، صح ولا ايه؟ طب ده هيفيدنا في حاجه؟ اه على الاقل خالص ان احنا نبقى متوقعينها ومستعد ليها نفسيا. يعني مثلا بنبص على الطرز الكروموسوم بتاعه لقينا ان هو اكس اكس واي كلام فلتر، طيب لقيناه اكس زيرو البنت دي هتبقى تيرنر، لقينا الكروموسوم رقم 21 ثلاث نسخ داون، حاجه زي داون مثلا، احنا هنعمل ايه يعني؟ هو الواد يعني الواد او البنت هتبقى انثى داون او ذكر داون، خلاص احنا هنعمل ايه؟ بس نبقى مستعدين نفسيا، نبقى مستعدين ان الطفل دوت ممكن يحتاج معامله خاصه، فاهمني؟ على الاقل خالص. طبعا بقى في دول يقول لك لا الطفل داون دوت عبء على اهله وعبء على الدوله، نعمل اجهاض. اجهاض يعني انت هتقتله؟ لا ده جنين لسه ما فيهوش الحياه، لا في الحياه وقلبه بينبض على فكره وفي كل حاجه، انت ليه تعمل كده؟ وكان انت اللي خلقته فانت اللي قررت تنهي حياته، فاهمني؟ فالاجهاض دوت جريمه، وعلى فكره هو في مصر جريمه، يعني الاجهاض خارج اطار القانون جريمه وبشعه وبيعاقب عليها عقاب شديد جدا. طيب في اجهاض قانوني؟ ايوه الاجهاض بقى اللي ممكن ياثر على حياه الام،
يعني مثلا واحده عندها الصرع، اللي عندها الصرع ما ينفعش تحمل. قلت لكم الكلام ده قبل كده، لان هي لو جالها نوبه صرع الطفل هيموت جواها ويجيلها نزيف وهي في النوبه مش هنعرف نتعامل معاه. طب ما بتاخد ادويه، الادويه بتعمل اصلا 100% بتعمل تشوهات في الاجنه، ادويه الصرع. فلو عدت والادويه نفعت الجنين مش هيعدي، هينزل مشوه. طب ما نفعتش وجالها نوبه صرع وهي حامل، هتموت هي واللي في بطنها. فاحنا ليه نضحي بحياتها؟ فلو واحده عندها صرع واكتشفنا ان هي حامل بتاخد كونسنت طبي وحاجات كده وتمضي ومش عارف ايه عشان في الاخر تعمل اجهاض قانوني. تمام؟ دي حاجه. فاحنا ممكن نتنبأ بالامراض اللي عند الايه الاجنه. تاني حاجه ان احنا نقدر ننتج ادويه بدون اعراض جانبيه او اعراض جانبيه قليله، زي الحاجات اللي احنا عملناها في الطب. مش احنا انتجنا انسولين بشري بايدي بكتيريا؟ الانسولين البشري ده كان بيعمل حساسيه ولا ما بيعملش؟ ما بيعملش. بتاع الماشيه والخنازير ولا كان بيعمل؟ فما هو دوت كله بالجينوم البشري او بالهندسه الوراثيه عموما. في حاجه في الطب الشرعي ان انت ممكن تعرف الجاني لو انت معاك خليه وحيده حيه فيها الدي ان بتاعه. انت لو خدت الدي ان وحللته هتعرف معلومات كتير جدا ابوه وامه ما يعرفوهاش. فاهمني؟ يعني ايه؟ ممكن مثلا احنا عندنا 4 مشتبه فيهم ولقينا خليه من خلايا الجاني في مسرح الجريمه، سواء بقى نقطه دم لان كان هو تعور برضه وهو بيقتل، او مثلا لو جريمه اغتصاب مثلا حيوان منوي، او مثلا شعره وقعت من الجاني، شويه جلد، ايا كان، اي حاجه موجوده من الجاني، خدناها وحللنا الدي ان ايه فاكتشفنا ان الشخص الجاني دوت مثلا يعني اشقر او شعره اسمر مش اشقر يا عم. في 4 عندنا، في واحد منهم اشقر، خلاص روح احنا هندور، انت مش انت الجاني، لان ده شعره اسمر وانت اشقر، فخلاص يبقى الثلاثه تانيين. بنبص لقينا الشخص الجاني دوت ما عندوش سكر، يعني الانسولين بتاعه سليم، في واحد من الثلاثه دول عنده السكر، روح مش انت، نفكر في الاثنين الباقيين. فعلى الاقل خلاص هنجيبه بالاستبعاد. في طرق تانيه بقى، احنا هنبص على جينات كتير جدا. كان في حاجه زمان في الشرطه الفرنسيه اسمها بورتري بارلي. مين اللي بياخد فرنساوي هنا؟ كويس. بورتري بارلي يعني الصوره تتكلم، بورتري يعني الصوره، بارلي يعني تتكلم، الصوره تتحدث. كانوا بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا اسمه ايه، شاهد، واحد شاف الجاني يعني، ويبداوا يجيبوا رسام ويبدا هو يوصف اصل مش عارف في كذا في كذا، والرسام يبدا يرسم فيتخيل صوره تقريبيه لشكل الجاني. تمام؟ احنا دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها دي ان ايه بارلي. احنا مش هنجيب رسام، الديني هو اللي هيرسم، الديني هو اللي هيتكلم، الديني هو اكبر شاهد على الايه، على الشخص الجاني دوت. بس تخيلين لحظه فظيعه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، تم كلامنا وربنا محمود وله المكارم في العلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما غرد قمري واورق عود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو او خطا او نسيان فمني ومن الشيطان. الحاجه اللي لازم يعني نفسي فعلا ان هي تحصل، لو حد زعلان مني في اي حاجه، جيت مثلا حد بيرفع ايده بيسال سؤال في نص الحصه وقلت له ما لا استنى، ما بيبقى والله لمصلحته. اي حاجه بقى حصلت طول السنه، في طريقه التعامل، في الكلام، في الشرح، لو انتوا شايفين ان انا قصرت في اي حاجه فسامحوني، مفيش اي حاجه والله كانت مقصوده. طول الوقت فعلا كان الواحد بيحاول يجي يعني اكتر من مجهوده بشويه، يعني استنفذ وسعي، ولو عندي اكتر منه شويه هجيب، والله ما بخلتش باي حاجه خالص يعني. ولان الواحد يعني اسال الله ان الواحد يكون بيعامل ربنا فعلا وبيخلص في عمله. الفتره ديت كانت الحمد لله كويسة ومثمرة، وأنا شايف ثمرة الموضوع دوت في وأنا بسأل، يعني أنا بتعمد كل حصة كده لو في حاجة تلنك في القديم بقوم جاي أحاول أسأل عنها أجس نبضكم بس، وما شاء الله كل مرة بيبقى في ناس كتير بتجاوب، وفي ناس كتير فاكرة، ومش بس فاكرين المعلومات، فاكرين الألفاظ اللي إحنا قلناها كمان، فيعني طريقتنا حتى، فدي حاجة جميلة جدا وبتفرحني وبتشجعني. يعني مثلا وانا في نص الحصه كده والواحد مريح شويه الاقي ان الناس ما شاء الله ده الناس منتبهين ومركزين معايا، انا خلاص الادرينالين بيرفع في السماء، انا مركز، انا هجيب احسن ما عندي. فدي حاجه خدوا بالكم منها، ان انتوا بتشجعوا الشخص اللي قدامك اصلا، وحماس الاستاذ قدام السبوره هو من حماس الطالب اللي معاه. عشان كده ناس كتير جدا تقول لي يا دكتور انت السنه اللي فاتت ما كنت بصور حصص في السنتر. فالناس يقولوا لا حصص السنتر يعني امتع من حصص بتاعه المنصه في كتير من الاحيان.
هي كمعلومات ما فرقتش خالص، ما فرقتش. ويمكن حصه المنصه مثلا خلاص انا مركز ففهمش معلومه هتروح، والحصه بتاع السنتر برضه، ولكن حصه السنتر فيها تفاعل. انا لو ريحت قدام السبوره مش هلاقي اللي ينشطني. وانا ما بحبش على فكره لو ركزت في الفيديوهات بتاعه السبوره ما فيهاش قصقصه، هو الفيديو ساعه ونص، هو ساعه ونص مفيش قصقصه بالنص. فكذلك برضو ما بلاقيش، يعني خلاص انا بدات ريحت في النص، يا اما الفيديو يتمسح كله يا اما هكمل. تمام. انما في الحصه لو ريحت انتوا بتشدوه، فدي حاجه كويسه جدا. يعني الناس اللي هنا في المجموعه ديت بالذات مقارنه بباقي المجموعات ناس ممتازه، وفعلا فعلا يعني السنتر دوت صحيح كان في فترات كده في سناتر تانية اعلى منكم، بس ده كان في البدايه. بعد كده لا، يعني معظم الوقت انتوا الاعلى، انتوا الاشطر، ونسبه الناس شاطرين اكتر من الباقي. الفتره الجايه ان شاء الله كوم تاني خالص 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 عن اللي فات. متعتها في حاجه، انت حصه زي ديت بقالنا ساعتين ولا ساعتين وشويه بنشرح في معلومات تقريبا كلها جديده، فانت بتبذل مجهود عشان تستوعب اصلا انا بقول ايه، فده مجهود فظيع فبتستنزف فيه، فالحصه بتبقى صعبه. بعد كده الحصه الجايه يا شباب الدرس دوت هيبقى خمس الحصه، متخيلين حاجه؟ يعني احنا هنشرح خمس دروس في حصه. طب ازاي ده؟ خمس دروس خدناهم على شهر وشويه، خمس حصص يعني خمس اسابيع ناخدهم في حصه. ايوه، واستيعابك هيبقى احسن. دي فكره فتره المراجعه. فتره المراجعه معناها شغل كتير بانتاج اكتر بمجهود او راحه نفسيه اكتر بتعب اقل. يعني ايه بتعب اقل؟ بتعب نفسي اقل. في البدايه انا مش فاهم الحته دي، طب انا سمعتها حضرت في الحصه ما فهمتهاش، طب اسمع فيديو، طب اسمع حد تاني، طب اعمل ايه، طب احل، طب مش عارف استوعبها. لا، دلوقتي انت مستوعب تقريبا، يعني لو اتكلم عن حد من كنتو وضايع هو مستوعب مثلا 70% من المنهج ان شاء الله، ما حدش فيكم هيقل عن كده. فال 30% الباقيين دولك امرهم سهل، امرهم سهل، وال 70% هيساعدوك. فيا شباب الفتره اللي جايه مش فتره تريح، الفتره اللي جايه بذل مجهود اكبر. ومبذل مجهود اكبر يعني الساعه اللي انت كنت بتذاكرها قبل كده عشان تحل على الدرس الاول مره 10 اسئله، هتحل في الساعه ديت 100 سؤال، مش 100 يعني اقل بشويه طبعا، بس يعني هتحل عدد اكتر بكتير من قبل كده، لان في سؤال اتكرر، سؤال انت فاهمه، انا حليت كتير عليها، خلاص الدنيا بقت سهله، فبتلاقي ان انت انتاجك بقى احسن بكتير. زودوا مجهود ولكن بعقل، بعقل وحكمه، وما تطلصقوش. احنا بالنسبه للاحياء خلاص الدنيا متسيستمه اهيت، انت معاك سبع حصص، اسال الله سبحانه وتعالى ما يحصلش اي حاجه في النص يعني، وان خلاص كل حاجه ثابته في مواعيدها. عندك سبع اتنينات، سبع ايام اتنين، يعني الاثنين الجاي واللي بعده بيولوجيا، بعد كده مناعه، بعد العيد ان شاء الله الاثنين اللي بعد العيد على طول هناخد دعامه الحركه، الهرمونات، التكاثر، المناعه، البيولوجيا، وبعد كده خلاص احنا هنكون راجعنا المنهج كتير جدا، حلينا كتب كتابين، ويتفضل كتاب الامتحان تقدر تاخد الكود بتاعه وينزل لك الحل عليه، تقعد تحل معاه فيه لحد يوم لحد ما تبدا بقى تذاكر العربي وتفرغ نفسك للموضوع دوت. ف ان شاء الله خير، انا مستبشر خير يعني، ونسال الله سبحانه وتعالى ان انتم كمان تبقوا مستبشرين يعني. بس سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.